دكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة جديدة من جولات دوري الجمهورية 2005 ومباراة النادي الأهلي مع بتروجيت بملعب الأهلي بمدينة نصر. نتمناها مباراة ممتعة ورائعة وجميلة، وخاصة من لاعبي النادي الأهلي. تشكيل الفريقين لمباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الأهلي اختار تشكيل مكون من حازم جمال لحراسة المرمى، اثنين مساكين عبد الله بستانجي ومعتز محمد، ناحية اليمين سيف أيمن وناحية الشمال طارق فوزي، في وسط الملعب يوسف عبد الحفيظ وأحمد وحيد، بيلعب أمامهم يوسف عفيفي ومحمد عبد الله، وفي المقدمة وحاملي الآمال الهجومية لمباراة اليوم محمد رأفت ومحمد زعلوك الوافد الجديد من وادي دجلة. على الجانب الآخر تشكيل نادي بتروجيت، كابتن أحمد شعبان المدير الفني اختار تشكيل مكون من حمزة خالد لحراسة المرمى، أحمد عز وحسن أحمد اثنين مساكين، ناحية اليمين أحمد سيد وناحية الشمال أحمد منصور، وبيلعب أمامهم إسلام ناصر كليبرو متقدم، جمال فوزي وعلي ناصر في وسط الملعب، أمامهم عبد الله عصام وأحمد حلمي وزياد سامح رأس الحربة لمباراة اليوم. طاقم تحكيم لمباراة اليوم اللي أمام حضراتكم على الصورة، كابتن محمد موسى بيعاونه محمد محمود وعبد العزيز حسن من منطقة القاهرة. نتمنى التوفيق للاعبي الفريقين ولطاقم التحكيم اللي متواجد معنا في مباراة اليوم، وادي بقى الروح الرياضية الجميلة، والسلام على يعني لاعبي النادي الأهلي من جانب لاعبي نادي بتروجيت وطاقم التحكيم في أحداث هذا اللقاء، وطبعا البروتوكول للمباراة ومين هياخد الملعب ومين هياخد الكورة. ونتمنى ان احنا نشوف بقى يعني متعة كبيرة في مباراة اليوم، يعني جئنا لنبحث عن الإثارة والندية والمتعة الكروية اللي دايما متعودين عليها من لاعبي النادي الأهلي وقطاع الناشئين. طبعا النادي الأهلي مشاهدين الأعزاء يخوض هذا اللقاء يعني 8 نقاط، لعب 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين وبلا هزيمة حتى الآن، له 7 أهداف عليه 3 والفارق 4 ولديه من النقاط 8 زي ما قلنا لحضراتكم. على الجانب الآخر بتروجيت في المركز 9، لعب 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وبلا تعادل حتى الآن، وخسر مرتين وله 7 أهداف وعليه 7 وطبعا الفارق 0 ولديه 6 نقاط مشاهدينا الأعزاء. كابتن محمد محمود هو حكم الساحة لمباراة اليوم مشاهدينا في كل مكان متابعينا الأعزاء عبر شاشة النادي الأهلي. نتمنى التوفيق للاعبي الفريقين، ادي الصورة التذكارية الجميلة للاعبي النادي الأهلي، ذكريات حلوة لهؤلاء اللاعبين اللي بإذن الله نشوف منهم نجوم كبار في كرة القدم المصرية ومع النادي الأهلي بقى الفريق الأول والمنتخبات في جميع يعني المراحل السنية مشاهدينا الأعزاء، وبإذن الله نشوف منهم نجوم كبار في المنتخب الوطني الأول في القريب العاجل. يعني قطاع الناشئين في النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي وتسليط للضوء على هذه المباريات لهؤلاء اللاعبين من أجل يعني تسليط الضوء عليهم بشكل متميز، وإن احنا نشوف منهم نجوم كبار، لأنه الحقيقة فيهم لعيبة متميزة جدا وبيأدوا بشكل رائع واكتسبوا الثقة ودايما بيمتعوا الجماهير، جماهير النادي الأهلي اللي دايما بتبحث عن البطولات والأداء المتميز من قبل اللاعبين. لحظات قليلة ونبدأ مع حضراتكم الإثارة والندية والمتعة الكروية في مباراة اليوم، نتمناها مباراة ممتعة، يعني عايزين بقى نستمتع النهاردة في هذه الأجواء الجميلة. هنا ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، الجو رائع وجميل وجو كورة كده الحقيقة، وده اللي احنا بننتظره بقى من هؤلاء النجوم اللي أمام حضراتكم، إنهم يمتعونا، عايزين نستمتع، عايزين نغني النهاردة، عايزين نشوف أهداف وعايزين نشوف كور حلوة وعايزين يعني نشوف متعة كبيرة جدا مع الجماهير في مباراة اليوم. هيبقى على إيدنا اليمين النادي الأهلي، على إيدنا الشمال فريق بتروجيت، وادي أمامنا كابتن محمد محمود حكم الساحة لمباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. يعني بيظبط الساعة وبسم الله وعلى بركة الله وبدأت المباراة، والكرة الآن مع فريق بتروجيت تتلعب على طول أمامية عالية ومحاولة ولكن تعود مرة تانية من اللاعب سيف أيمن لاعب النادي الأهلي، كرة كده في وسط الملعب توصل في اتجاه اللاعب يوسف عفيفي هداف الفرقة بالمناسبة اللي هو رقم 10 لاعب النادي الأهلي، كان سجل هدفين اللاعب ده الحقيقة. ترجع الكرة هناك ناحية شمال وادي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن بيطلع عبد الله بستانجي، ترجع الكرة مرة أخرى لفريق بتروجيت، وادي الانطلاقة من ناحية اليمين، بداية هجومية كده من بتروجيت زي ما حضراتكم شايفين معانا في مباراة اليوم، وادي التدخل في هذه اللقطة من اللاعب أحمد وحيد وتطلع وتبقى ركلة ركنية من ناحية اليمين، كان متقدم بقى اللاعب عبد الله عصام، ادي أمامنا اللاعب أحمد وحيد لاعب النادي الأهلي، وادي حكم اللقاء مش عارف بيستدعي، هنشوف بقى هل في إصابة ولا حاجة في الملعب.
إنما بداية هجومية كده من فريق بتروجيت في أحداث هذا اللقاء. يمكن ده احنا لسه بنلعب في الثواني الأولى من المباراة، وركلة ركنية لصالح بتروجيت من ناحية إليني، ركلة ركنية لبتروجيت، وكان أمامنا اللاعب يوسف عبد الحفيظ اللي رايح خارج الملعب كده، نتمنى له السلامة. أدي كرة تتلعب على طول، عرضية خطيرة جدا، ولكن بيطلع دفاع النادي الأهلي، وترجع الكرة لبتروجيت على الجانب الأيمن من ملعب المباراة، ودي بيحاول بقى يجيبها هنا اللاعب سيف أيمن، إنما تمر الكرة وتطلع وتبقى رمية تمس. بداية المباراة ولا زال يعني اللعيبة كده بتستكشف بقى، كل فريق بيستكشف الآخر والأمور دي كلها. وادي طارق فوزي بيلعبها، وتعود الكرة عند اللاعب معتز اللي بيلعبها هناك ناحية اليمين عند عبد الله. ادي بوستنجا هو يتقدم الأمام وبيلعب الكرة الأمامية في اتجاه اللاعب محمد عبد الله اللي بيحاول يعدي من ناحية اليمين محمد عبد الله. محمد بيلعبها مرة تانية إلى بوستنجا اللي بيعيدها في الخلف، نقلات كده من جانب لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم. ترجع الكرة إلى حازم جمال، حازم بيلعبها ناحية الشمال عند معتز محمد، معتز يتقدم الأمام، معتز وبيلعب الكرة الأمامية العالية. أدي المحاولة في اتجاه اللاعب محمد زعلوك ومحمد رأفت، إنما مقطوعة وتوصل في وسط الملعب لصالح إسلام ناصر لاعب نادي بتروجيت اللي بيطلع على طول هنا اللاعب أحمد حلمي. هنشوف بقى تمريرة حلوة من ناحية الشمال لصالح بتروجيت، انطلاقة ومحاولة في هذه اللقطة، بيقابل اللاعب سيف أيمن. أدي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، بيطلع بوستانجي وترجع الكرة، وأدي تصويبة أولى ولكن هي ضعيفة شوية، وتوصل إلى حارس المرمى طبعا للنادي الأهلي حازم جمال في مباراة اليوم. بيلعبها حازم هناك ناحية اليمين عند اللاعب سيف أيمن، استلام من سيف بيدور وعلى طول يعيدها في الخلف للاعب بوستانجي اللي بيلعبها بدوره لزميله معتز محمد، بيفتح الملعب، غيروا الملعب كده من الشمال لليمين لاعب النادي الأهلي طارق فوزي. وادي كرة ملعوبة ليوسف عفيفي، وترجع هجمة حلوة للأهلي. ادي انطلاقة جميلة من ناحية اليمين طارق فوزي، طارق من ناحية الشمال طارق بيلعبها مرة تانية في اتجاه اللاعب يوسف عفيفي، بيحاول عليها يوسف، عمل عليها مجهود وما فقدش الامل في الكوره كده، انما رجعت للاعبي بتروجيت. مرور في وسط الملعب من اللاعب جمال بيلعبها، انما تصطدم على طول وتطلع وتبقى رميه تماس الى خارج الملعب في اللاعب احمد وحيد اللي امام حضراتكم على الصوره، ورميه تماس لصالح بتروجيت من ناحيه اليمين. انما واضح جدا ان الفريقين واخدين الطابع الهجومي كده في بدايه المباراه، وده شيء جيد وشيء جميل علشان نستمتع بقى في مباراه اليوم. ادي كره تتلعب على طول وترجع مره ثانيه الى خارج الملعب، وتطلع وتبقى رميه تماس في اتجاه لاعبي النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. كره الى خارج الملعب، رميه تماس من ناحيه الشمال، تتلعب على طول اماميه، وادي المحاوله للاعب محمد رأفت، وكرة في الوسط كده ترجع ناحية الشمال للنادي الأهلي. أدي الانطلاقة للاعب أحمد وحيد بيلعبها في الوسط عند يوسف عبد الحفيظ اللي بيلعب كرة أمامية، ولكن مقطوعة مرة تانية من دفاعات نادي بتروجيت. وأدي الانطلاقة لمحمد عبد الله بيلعبها ناحية اليمين، بيحاول عليها اللاعب سيف أيمن، ومرور وانطلاقة حلوة قوي، وأدي كرة عرضية داخل منطقة، محاولة خطيرة في مباراة اليوم، ولكن على طول بقى بيطلع دفاع بتروجيت. تتلعب الكرة وتوصل ناحية اليمين عند اللاعب عبد الله بوستانجي. عبد الله بيلعبها في الوسط كده للاعب يوسف عفيفي، انطلاقة ليوسف انما مقطوعة منه، وترجع لبتروجيت، وادي الانطلاقة مرة أخرى للاعب أحمد وحيد، انما يرجع ويجيبها بشكل متميز اللاعب طارق فوزي، وترجع الكرة مرة أخرى في الخلف كده عند اللاعب عبد الله طارق فوزي. نقلات من لاعبي النادي الاهلي وضغط متقدم كده من لاعبي بتروجيت في مباراه اليوم. احمد وحيد بيلعبها ناحيه اليمين، ترجع ليوسف عبد الحفيظ، يوسف بيلعبها لبوستانجي، بوستانجي بيستلم على طول الكوره وبيعيدها الى حارس المرمى حازم جمال. حازم جمال بيلعبها ناحيه الشمال عند اللاعب سيف ايمن، وترجع الكوره مره ثانيه، نقلات من جانب لاعبي النادي الاهلي امام منطقه الجزاء، بيحاولوا كده يسحبوا لاعبي نادي بتروجيت للامام من اجل عمل ثغره كده وانطلاقه اماميه تكون هجمه تكون مميزه. الحقيقه دي هجمه لبتروجيت بقى عن طريق اللاعب احمد حلمي، لعيب مهاري بالمناسبه اللي هو معاه الكوره رقم 10 ده، انما على طول مقطوعه، وحكم اللقاء بيدي فاول لنادي بتروجيت من ناحيه شمال وسط، يعني تعجب كده من اللاعب بوستانجي لاعب النادي الاهلي، وفاول من ناحيه الشمال لصالح نادي بتروجيت من على حدود منطقة الجزاء. وحكم اللقاء طبعا هنا أمامنا محمد محمود بيقول لهم اللعب على الصفارة. أدي اللقطة وأدي الهجمة، هل بقى كان فيها لمسة يد ولا حاجة؟
وحكم اللقاء ادى الفاول والمخالفه في هذه اللقطه. فاول لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم مشاهدي الاعزاء. اسلام ناصر على التنفيذ، اسلام ومعاه زميله، هنشوف اسلام وعلى طول تتلعب في اتجاه المرمى. خطره جدا، خطره جدا، ومش ممكن يعني فرصه خطره جدا. لا والله هدف، ادى هدف حكم اللقاء، ادى هدف حكم اللقاء محمد محمود، والهدف الاول لنادي بتروجيت في مباراه اليوم. هنشوفها اكيد مره ثانيه وهنشوف الدنيا كلها. ادي بقى الهدف الاول في احداث هذا اللقاء لصالح نادي بتروجيت عن طريق اللاعب احمد سيد. ادي الكوره وادي التصويبه في اتجاه المرمى للنادي الاهلي، وادي اللقطه وادي المحاوله وادي الكوره، وهل بقى عدت ما عدتش، وهدف اول لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم. اذا بتروجيت يتقدم على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ترجع الكره مره ثانيه، ادي محاوله، كان طبعا متقدم اللاعب رقم 13 علي ناصر ومعاه اللاعب احمد سيد لاعبي نادي بتروجيت في اللقطه الماضيه، والهدف الاول في مباراه اليوم احتسبه حكم اللقاء كابتن محمد محمود. ترجع الكره مره ثانيه والفاول للنادي الاهلي في وسط الملعب. بدايه زي ما قلنا لحضراتكم هجوميه من جانب لاعبي بتروجيت في مباراه اليوم، وبالفعل سجلوا الهدف الاول. اكيد هنشوف في استاد الاشبال مع الكابتن اسامه حسني، وهنعيد ونزيد في اللقطه بقى ونشوف الدنيا في الهدف اللي سجل في مرمى النادي الاهلي والحارس حازم جمال. ترجع الكره مره ثانيه، لسه بدري طبعا، لازلنا في بدايه المباراه، يعني نلعب في الدقيقه 8 في احداث هذا اللقاء. وادي امامنا كابتن احمد شعبان، وحماس كبير جدا طبعا له في مباراه اليوم، ورميه التماس لصالح اللاعب طارق فوزي من ناحيه الشمال، تتلعب على طول الكوره وتوصل مره ثانيه للاعبي نادي بتروجيت. وادي الانطلاقه للاهلي، الاهلي اللي بيحاولوا طبعا لاعبيه عن طريق بقى هنا اللاعب احمد وحيد انهم يوصلوا بسرعه لهدف التعادل في مباراه اليوم، ولكن لسه بدري جدا، لسه بدري جدا. وادي كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الاهلي، فريق متميز جدا والله النادي الاهلي طبعا، فريق 2005، وشفنا مباراه المصري رجع الاهلي وقدر ان هو يحقق الفوز بعد ما كان خسران واحد برضو. ادي كره تعود الى اللاعب حازم جمال، تتلعب الكره ناحيه اليمين لصالح النادي الاهلي عن طريق اللاعب عبد الله بستانجي الى معتز. وادي كره في وسط الملعب، استلام رائع وجميل ومحاوله للمرور كده امامنا من اللاعب يوسف عفيفي، اللاعب الهداف بيعدي وماشي، وتتلعب الكره في اتجاه اللاعب محمد زعلوك. بالمناسبه محمد زعلوك كان دايما كده بياخد في بدايه المباراه يعني نقدر نقول 30 دقيقه وهكذا، لحد بقى ما اخذ على الجو وعمل كيمياء مع اللعيبه، وعلى طول بقى كابتن سامر عبد الرحمن بيبدا به النهارده في التشكيل الاساسي. اللاعب القادم من وادي دجله اللي هو رقم 9 محمد زعلوك. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الهجمه حلوه، وادي يوسف عبد الحفيظ بيعدي وماشي، وحكم اللقاء بيدي الفاول في هذه اللقطه لصالح النادي الاهلي. فاول للنادي الاهلي، محمد رأفت، والركله الحره لصالح لاعبي النادي الاهلي اللي بيبحثوا عن التعادل. كلنا ثقه في هؤلاء النجوم طبعا، لعيبه يعني صغار سنا ولكن كبار فنا في ارض الملعب، وان شاء الله يقدروا ان هم يقدموا يعني مباراه كبيره النهارده. كلنا ثقه في لاعبي النادي الاهلي. ادي محمد عبد الله على التنفيذ، والركله الحره لصالح النادي الاهلي في هذه اللحظات، وامامنا اللاعب يوسف عفيفي بيلعبها، ويوسف بيلعب كره عرضيه داخل منطقه. بقول لحضراتكم لسه بتكلم ولسه بحكي، ومعتز محمد يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي، ويفرق ايه الورده عنك غير انه واخد جماله منك يا معتز. هدف حلو قوي للنادي الاهلي في مباراه اليوم، والكره العرضيه امام انظار بقى خالد بيبو، وهدف التعادل، هدف التعادل. ادي الكره العرضيه يوسف عفيفي، وادي الراجل واللعبه الراسيه الحلوه، اللعبه الراسيه الجميله والكره الراسيه الرائعه جدا على يسار حارس المرمى حمزه خالد، ويسجل الاهلي هدف التعادل في مباراه اليوم. ايه الماتش الحلو ده؟ ايه الاداء الرائع ده والجميل في بدايه المباراه؟ يعني دي الدنيا يعني جميله جدا حتى الان مشاهدينا الاعزاء، ومباراه ممتعه، والاهلي رجع بسرعه وسجل التعادل. ترجع الكره مره ثانيه، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره الاماميه، يعني مباراه كده سخنه في البدايه، وده اللي احنا حابينه، وجمهور كره القدم بصفه عامه بيحب جدا ان المباراه تكون باديه كده بدايه سخنه وبدايه رائعه جدا، ونشوف اهداف هنا واهداف هنا، وبتروجيت يتقدم والاهلي يتعادل، ونبحث بقى عن التقدم في هذه اللحظات. وترجع الكره مره ثانيه بقى ناحيه الشمال عند اللاعب بوستانجي، انطلاقه وبيلعب في وسط الملعب، والاستلام امامنا من اللاعب احمد وحيد، وتتلعب الكره اماميه، والمحاوله في هذه اللقطه للاعب طارق فوزي، انما توصل في وسط الملعب، وحيد بيلعبها الى معتز محمد اللي كان متقدم. جميل جدا لما يكون عندك قلب دفاع بيجيد بقى التكمله في العمليات الهجوميه، ويقدر ان هو يسجل اهداف بالعاب راسيه. ترجع الكره لزعلوك بيلعبها في وسط الملعب،
للاعب طارق فوزي اللي بيلعبها لاحمد وحيد اللي بيغير الملعب هناك ناحيه اليمين عند بوستانج اللي بيلعب على طول الكره الاماميه في اتجاه اللاعب سيف ايمن، ودي كره ملعوبه عاليه داخل المنطقه وزعلوك بيلعب الكره الاماميه، انما الركلات الثابته واهميه الركلات الثابته شفنا الهدفين في مباراه اليوم، الهدف بتاع بتروجيتي كان متابعه للكره من الركله الثابته والفاول اللي كان امام منطقه الجزاء، والنادي الاهلي قدروا من جمله تكتيكيه رائعه محفظها لهم الكابتن سامر عبد الرحمن من انهم يسجلوا هدف التعادل في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب، وادي الانطلاقه في الخلف عند اللاعب عبد الله بوستانجي اللي بيعيدها الى حارس المرمى حازم جمال. حازم لسه الكره مع حازم، بيهدأ وبيبص هيلعب لمين وبيبدا اللعب من تحت كده حازم جمال في مباراه اليوم، وتتلعب الكره مره ثانيه هنا على الجانب الايمن عند اللاعب اللي امام حضراتكم محمد عبد الله. محمد عبد الله بيلعب الكره الاماميه في اتجاه زعلوك وترجع لهجمه للنادي الاهلي وكره داخل منطقه الجزاء ومحاوله للمرور من اللاعب سيف ايمن، ولكن لاعبي بتروجيت يتدخلوا في التوقيت المناسب وبيطلعوها وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. ادي امامنا بدلاء النادي الاهلي في مباراه اليوم، اكيد هيكون ليهم دور. ادي بقى رميه التماس سيف ايمن من الجانب الايمن من ملعب المباراه، ورميه التماس للاهلي تتلعب على طول الكره في اتجاه اللاعب محمد رأفت لسيف مره ثانيه، ولسه الكره في الملعب، لسه الكره في الملعب. ادي بقى القتال والحماس وصراع الابطال داخل ارض الملعب، وترجع الكره مره ثانيه بدون مخالفه، وادي محاوله ترجع مره ثانيه رأفت بيلعب كره عرضيه داخل منطقه. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا يوسف يا عفيفي، كان عنده فرصه يضيف الهدف الثالث ليه على المستوى الشخصي والهدف الثاني للنادي الاهلي، انما تالق ايضا من حمزه خالد حارس المرمى. ماتش حلو، مستمتعين مع حضراتكم، شايفين كرات هنا وكرات هنا والدنيا زي الفل النهارده في مباراه اليوم، ونتمنى انها تستمر بهذا الشكل ان لم تزيد طبعا في المستوى الفني علشان نستمتع في مباراه اليوم. ترجع الكره مره اخرى مشاهدينا الاعزاء، وتعود الكره مره اخرى للاعب اللي امام حضراتكم معتز محمد، بيلعبها في الخلف عند حازم جمال حارس المرمى اللي بيلعبها ناحيه اليمين للنادي الاهلي في مباراه اليوم. معتز بيلعب الكره الاماميه، وادي اللمسه هنا من اللاعب يوسف عفيفي بيلعب لزعلوك اللي بيتقدم من ناحيه الشمال، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح النادي لصالح نادي بتروجيت من ناحيه الشمال. ادي الكره ورمي التماس لصالح بتروجيت للاعب احمد سيد، بيلعبها في الخلف عند احمد عز اللي بيلعب الكره الاماميه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس مره اخرى للنادي الاهلي. رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال، بتتلعب الكره مره ثانيه من اللاعب طارق فوزي الى يوسف عفيفي اللي وتعود في الخلف للاعب معتز محمد. معتز البستانجي يتقدم للامام عبد الله، عبد الله بيلعب لسيف ايمن، سيف لعبد الله مره ثانيه، عبد الله عبد الله بيلعب الكره ليوسف عبد الحفيظ، وتعود الكره مره اخرى الى حارس المرمى حازم جمال. حازم بيفتح الملعب ناحيه الشمال، استلام امامنا من اللاعب طارق فوزي، تتلعب الكره وهجمه للنادي الاهلي، انما اتقطعت وصلت لبتروجيت مره اخرى على الجانب الايمن من ملعب المباراه عن طريق اللاعب علي ناصر، انما تطلع وتبقى رمية تماس مره ثانيه. بدات المباراه تهدا، مش عايزين كده، عايزين المباراه تفضل يعني مشتعل على طول. ادي بقى يوسف عفيفي بيلعبها الى بوستانج اللي بيلعب الكره الاماميه، وادي الانطلاقه للنادي الاهلي، استلام امامنا من اللاعب محمد عبد الله، يوسف عبد الحفيظ في وسط الملعب، يوسف بيعيدها في الخلف مره اخرى للاعبي النادي الاهلي. عبد الله بيفتح الملعب، وادي الانطلاق. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، ممتاز هنا والله اللاعب محمد عبد الله، عدى بشكل متميز جدا، وترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي في وسط الملعب، استلام وبوجه القدم كده الخارجي جميله من يوسف عبد الحفيظ، بيلعبها ناحيه الشمال عند اللاعب معتز اللي كان سجل التعادل، وادي كره بقى خطره داخل منطقه الجزاء في اتجاه اللاعب طارق فوزي اللي كان متقدم، وتمر الكره وتبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، ادي الكره وادي الفرصه وادي التمريره وادي التصويبه الحلوه من اللاعب يوسف عفيفي، ولكن حارس المرمى حمزه خالد يتالق في اللقطه الماضيه ويتصدى حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم. ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء، وادي زعلوك امامنا داخل منطقه الجزاء، ويوسف عفيفي على التنفيذ، يوسف عفيفي، والكل ينتظر والكل يترقب، والركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال وجاي لها باليمين يوسف، بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، انما على طول بيطلع دفاع بتروجيت وترجع الهجمه ناحيه اليمين عند اللاعب المتحرك بتاعهم احمد حلمي، انما تمر الكره الى خارج الملعب، وتدخل رائع من اللاعب سيف ايمن الحقيقه، وبيطلعها الى خارج الملعب وتبقى رميه تمس. رمي التماس، ادي امامنا اللاعب سيف ايمن لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم،
تتلعب الكره مره اخرى للاعبي بتروجيت، الكره في وسط الملعب عن طريق اللاعب اسلام ناصر. اسلام بيحاول يعدي وتدخل من يوسف عبد الحفيظ، ترجع لاسلام مره ثانيه اللي بيعيدها في الخلف عند اللاعب حسن احمد. حسن ضغط من لاعبي النادي الاهلي، الضغط ده هيخليهم يغلطوا، بالفعل غلطوا. وترجع لزعلوك، ادي هجمه خطر خطر، زعلوك بيلعب الكره العرضيه على حدود منطقه الجزاء، كانت محتاجه تكون اسرع من كده شويه. وادي الهجمه الحلوه، وادي يوسف بقى عفيفي، يوسف بيعدي يوسف، وتصويبه حلوه يا ولد يا يوسف، حلوه يا يوسف يا عفيفي، لعيب متميز جدا ولعيب رائع، لفها جميله جدا ولكن فوق العارضه وتطلع وتبقى ركله مرمى للحارس حمزه خالد. انما هجمه حلوه وهجمه منظمه للنادي الاهلي، ادي المهاره وادي استغلال المهاره بقى داخل منطقه الجزاء من اللاعب يوسف عفيفي اللي قلنا لحضراتكم هداف الفريق وسجل هدفين ولفها حلوه. انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم، والحارس حمزه خالد. حمزه بيلعب لحسن، حسن بيلعب الكره الاماميه العاليه. بنلعب في الدقيقه 17 من عمر احداث الشوط الاول، والنتيجه هي التعادل الايجابي 1-1 في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. تعود الكره في الخلف للاعبي النادي الاهلي، وادي الانطلاقه ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي. طارق بيلعب الكره لزعلوك، زعلوك يتقدم الامام، وهجمه للنادي الاهلي جميله جدا، وتتلعب مره ثانيه الكره للاعب اللي امامنا يوسف عفيفي، بيلعب كره بينيه حلوه، طارق داخل منطقه، وادي الكره العرضيه الخطيره جدا انما تمر الى خارج الملعب. في شغل رائع جدا بيعمله لاعبي النادي الاهلي امامنا، وادي بقى سامر عبد الرحمن ولاعبيه في مباراه اليوم، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ركله مرمى لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم، وادي على طول تتلعب الكره مره اخرى لصالح نادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء عن طريق اللاعب حسن احمد اللي بيلعب كره اماميه في اتجاه احمد حلمي، والضغط على طول من لاعبي النادي الاهلي سيف ايمن. وادي يوسف عبد الحفيظ، واتقطعت الكره وصلت في وسط الملعب، لعيب متميز جدا والله يوسف، بيلعبها ليوسف عفيفي، يوسف عفيفي يا ولد يا يوسف، بيلعب ليوسف عبد الحفيظ، ويعني يوسف بيتالق النهارده اسم يوسف في المباراه، يوسف عبد الحفيظ ويوسف عفيفي لاعبي النادي الاهلي. وادي امامنا محمد عبد الله بيلعب الكره ناحيه اليمين عند اللاعب سيف ايمن اللي بيلعب على طول واحده والثانيه جميله للاهلي، وادي التصويبه بالقدم اليسرى ولكن يعني توصل الى حارس المرمى حمزه خالد. حلوه الفكره وحلو انك يكون عندك ثقه في نفسك وتقدر تستغل سلاح التصويب من خارج منطقه الجزاء، لانه احد اهم الاسلحه في كره القدم مشاهدينا الاعزاء، والتصويبه من اللاعب سيف ايمن تصل الى حارس المرمى حمزه خالد حارس مرمى نادي بتروجيت. الهدف اللي سجله طبعا معتز محمد يعني اعاد الثقه سريعا للاعبي النادي الاهلي، وبداوا يمسكوا المباراه وبداوا يلعبوا لعبهم الطبيعي ولعبهم اللي احنا متعودين عليهم منه. وادي بقى احمد حلمي بيحاول، والكره العرضيه لبتروجيت داخل منطقه الجزاء وخطره جدا لبتروجيت في مباراه اليوم. وادي المحاوله وتعود الكره مره اخرى، وادي بقى هنا الضغط من لاعبي بتروجيت احمد حلمي، وطبعا كان معاه اللاعب زياد سامح، وتعود الكره ناحيه اليمين لمحمد رأفت. شوف محمد رأفت نازل فين وبيلعب كره بينيه حلوه لزعلوك، ولكن التدخل في هذه اللقطه بقى هنا امامنا من اللاعب احمد عز، والكره الى خارج الملعب ورمي التماس. وادي امامنا بقى اللاعب زعلوك القادم من وادي دجله، واحد الصفقات المميزه المنضمه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي في هذا الموسم. رمي التماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه اليمين، تتلعب الكره في الخلف عند اللاعب يوسف سيف ايمن، بيلعبها لمعتز اللي سجل هدف التعادل من لعبه راسيه جميله، وتتلعب في اتجاه زعلوك، انما عائده الكره مره اخرى الى لاعبي نادي بتروجيت. كره اماميه ملعوبه وترجع واحده والثانيه كده، انما تقطع في وسط الملعب للاعب احمد وحيد. احمد وحيد بيلعبها ليوسف عبد الحفيظ، لعيب متميز، لعيب رائع جدا في وسط الملعب، تحركاته جيده جدا. ادي يوسف عبد الحفيظ اهو، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي. طارق فوزي يتقدم طارق، وبيلعب كره بينيه في اتجاه زعلوك، زعلوك بيسند على طول على زميله محمد رأفت، ترجع ليوسف عبد الحفيظ المايسترو في وسط الملعب والفنان. واحده والثانيه جميله جدا، وادي بقى الهجمه للنادي الاهلي، وادي التصويبه الحلوه، ادي التصويبه الحلوه من اللاعب محمد رأفت، يعني نقلات متميزه جدا من جانب لاعبي النادي الاهلي، كسبوا بيها مساحه ومحمد رأفت يسدد في اللقطه الماضيه، ولكن تمر الكره الى خارج الملعب. وادي امامنا على الصوره اللاعب سيف ايمن، تالق من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء في احداث هذا اللقاء، تألق كبير من نجومنا. ادي التصويبه، ادي التصويبه من اللاعب محمد رأفت، ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. وواضح جدا تعليمات كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للاهلي 2005 كده بانه للاعبيه انهم يستغلوا بقى سلاح التصويب. ادي الهجمه من ناحيه اليمين، وادي الانطلاقه الحلوه للاعب محمد عبد الله. محمد عبد الله لسه الكره معاه، بيلعبها ليوسف عبد الحفيظ، واحد من نجوم المباراه ونجوم النادي الاهلي. ادي يوسف، والمحاوله مره اخرى في وسط الملعب، تتلعب الكره ومقطوعه لصالح بتروجيت. وادي الهجمه، ادي الهجمه، ولكن التغطيه المتميزه، التغطيه المتميزه من اللاعب طارق فوزي الى حارس المرمى حازم جمال، لطارق فوزي مره ثانيه، وبدايه هجمه للنادي الاهلي.
شوف لاعبي الاهلي والثقه في النفس ما شتتوش الكره، لا بداوا بالهجمه من تحت وادي التمريره الاماميه وترجع الكره وادي الضغط بقى من يوسف للاعب احمد وحيد ولبتروجيت مره اخرى جمال فوزي بيلعبها ناحيه الشمال وادي الانطلاقه والمحاوله في هذه اللقطه عبد الله عصام، عبد الله عصام ومعاه احمد وحيد ورايح له سيف ايمن علشان يعمل المسانده والمعاونه لزميله وبتروجيت ياخده منها رميه تماس من ناحيه الشمال. ادي امامنا اللاعب عبد الله عصام اللي كان متقدم من جانب لاعبي بتروجيت ورمي التماس هيلعبها احمد منصور من الجانب الايسر من ملعب المباراه. رمي التماس لصالح بتروجيت، دايما لما بنشوف بتروجيت بيمسك كوره عملنا طبعا نجوم من النادي الاهلي والبدلاء في مباراه اليوم. رمي التماس بتتلعب على طول عرضيه عاليه وادي اللمسه الراسيه وترجع مره اخرى تصويبه ضعيفه من اللاعب احمد حلمي انما ملعوبه من زعلوك هناك ناحيه اليمين عند رأفت، محمد رأفت بيلعبها وادي على طول محمد عبد الله بيلعب لمحمد رأفت، رأفت بيحاول يستخدم مهارته والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس، خد منها رمي التماس رأفت. معاه النهارده طبعا اللاعب اسلام ناصر بيراقبه كده ورقيب عليه من لاعبي نادي بتروجيت في مباراه اليوم. تعود الكره وترجع للاعب معتز محمد، ادي معتز اهو، معتز محمد بيلعب الكره الاماميه معتز عاليه ومعديه في اتجاه اللاعب طارق فوزي انما تعود الى حارس المرمى حمزه خالد. حمزه خالد حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم بيهدي اللعب تماما، لسه بدري يا نجم على الكلام ده، لسه بدري جدا طبعا. هو بيحاول ان هو يكسر الريتم للاعبي النادي الاهلي اللي بداوا يعني يمسكوا كوره وبداوا ينقلوا كوره متميزه في وسط الملعب، تالق كبير جدا للاعب سيف ايمن ويوسف عفيفي ويوسف عبد الحفيظ لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. ترجع الكره مره اخرى للاعب احمد وحيد بيلعبها انما مقطوعه وتوصل الكره هناك ناحيه اليمين وادي الانطلاقه انما يا ولد يا لعيب يا طارق يا فوزي، طارق فوزي بياخدها قبل اللاعب احمد حلمي، طارق واحمد، طارق واحمد والكره هنا ناحيه اليمين اتلعبت انما ترجع مره اخرى لعلي ناصر بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء لصالح بتروجيت والمحاوله وتصويبه كده انما الى خارج الملعب وتطلع من اللاعب جمال فوزي تبقى ركله مرمى للنادي الاهلي والحارس حازم جمال. ركله مرمى للنادي الاهلي تتلعب على طول الكوره وتصل للاعب معتز، معتز محمد بيلعبها الى بوستانجي مره اخرى اللي بيلعبها ليوسف عبد الحفيظ لبوستانجي وتوصل الكره ناحيه اليمين عند اللاعب سيف ايمن ملعوبه في اتجاه يوسف عبد الحفيظ انما مقطوعه من اللاعب جمال فوزي وكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. شوف بقى يوسف عبد الحفيظ بيعمل الضغط على اللاعب اللي معاه الكره من بتروجيت علشان يغلطه ويعني الراجل بيجبر كده ان هو يلعب الكره الى خارج الملعب وتبقى رميه تماس وتعود الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي. كره اماميه توصل مره اخرى من اللاعب سيف ايمن بيلعبها في الخلف عند بوستانجي اللي بيلعب لمعتز، استلام معتز بيلعب الكره بعرض الملعب مره اخرى امام منطقه الجزاء الخاصه بالنادي الاهلي للاعب عبد الله، عبد الله بيلعبها في وسط الملعب واستلام ومرور امامنا من اللاعب محمد عبد الله، محمد عبد الله جاي له في المعاونه اللاعب سيف انما يعود للخلف لبوستانجي اللي بيلعب لمعتز. الاهلي دايما بيحضر من تحت كده بدايه الهجمه، تتلعب الكره مره ثانيه في وسط الملعب ليوسف عفيفي، احمد وحيد، احمد وحيد لبوستانجي ناحيه اليمين، بوستانجي بيلعب الكره الاماميه العاليه وادي الانطلاقه في اتجاه اللاعب سيف ايمن بيحاول عليها سيف ايمن عمل مجهود كبير في اللقطه الماضيه ولكن الكره دايما اسرع من اللاعب وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. شفنا طبعا مارسيل كولر والنادي الاهلي اللي افتتحوا الدوري بفوز هام على النادي الاسماعيلي الحقيقه بهدف كان سجله اللاعب شادي حسين. المباراه القادمه الاهلي واسوان بكره ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق ويعود الدوري مره ثانيه الى بيته ومكانه في قلعه الالقاب في النادي الاهلي. ادي في اصابه للاعب احمد سيد لاعب نادي بتروجيت نتمنى له السلامه وان هو يقوم ويكمل المباراه. شفنا طبعا وفرحنا كلنا بفوز الاهلي على بنفيكا في نصف نهائي كاس العالم للانديه وخلي بالكم الفوز ده مهم جدا. طبعا احنا بنتكلم على كره اليد النهارده في الاهلي ومجدي برج الالماني في نصف نهائي كاس العالم للانديه لكره اليد السوبر جلوب. كل التوفيق لرجالنا النهارده رجال اليد اللي باذن الله يعني يتالقوا ويفرحونا، يفرحونا باذن الله رب العالمين. ويعني شفنا بقى المعلق السعودي الشهير حسين الاحمد اللي قال الاهلي في نصف العالم يا عالم، ان شاء الله الاهلي بطل العالم يا عالم، هيقول كده حسين الاحمد المعلق السعودي باذن الله في المباراه النهائيه بعد ما نصعد النهارده ونكسب مجدي برج يا رب باذن الله. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب لصالح بتروجيت، ادي جمال فوزي بيلعب كره هناك ناحيه الشمال انما الى خارج الملعب طلعت وبقت رميه تماس.
علشان الشيء بالشيء يذكر، يعني الفوز اللي حققه النادي الاهلي على بنفيكا هو الفوز الاول للانديه المصريه والافريقيه على نظيرتها الاوروبيه في التاريخ. يعني ده فوز تاريخي، ما سبقش قبل كده ان فريق افريقي في كره اليد في كاس العالم للانديه حقق فوز على بطل اوروبا. ولكن الاهلي كبير ودايما هو اللي بيكسر كل الارقام. ادي كره تتلعب على طول اماميه ومعديه واصله هناك ناحيه اليمين عند زعلوك، بيعدي زعلوك ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس من ناحية الشمال لصالح أحمد منصور. الفرحة طبعا اللي كان بينها المعلق السعودي، الشعوب العربية كلها واحد والمملكة العربية السعودية طبعا إخواتنا وحبايبنا، كانت فرحة من القلب. يعني إن شاء الله بإذن الله يا رب تكتمل الفرحة اليوم بالتأهل للمباراة النهائية في السوبر جلوب. ترجع الكرة، نعود من كرة اليد إلى كرة القدم. النتيجة الأهلي وبتروجيت 1-1 دوري الجمهورية 2005. اتلعبت الكرة للاعب معتز محمد، بيلعبها لعبد الله بستانجي. عبد الله بيلعبها ناحية اليمين وترجع له مرة تانية من اللاعب سيف أيمن لبوستانجي في وسط الملعب احمد وحيد. ترجع الكره الى حارس المرمى حازم جمال. حازم بيلعب الكره الاماميه في وسط الملعب ليوسف عبد الحفيظ، بيحاول يعدي يوسف انما اتقطعت، وادي التمريره الاماميه في اتجاه اللاعب زياد سامح. وترجع الكره مره اخرى لبتروجيت زياد سامح، بيحاول عليها وتعود للكره للاعب علي ناصر انما مقطوعه وترجع للنادي الاهلي. ادي الانطلاقه، محمد عبد الله بيلعب التمريره الاماميه والاستلام الجميل امامنا من اللاعب يوسف عفيفي. يوسف يا ولد يا يوسف، بيلعب كره بينيه حلوه ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي انما مقطوعه وترجع له مره ثانيه. الانتشار الجيد للاعبي النادي الاهلي بيخلي دايما الكره الثانيه بتبقى من نصيبهم، تحرك بدون كوره والبوزيشن في ارض الملعب يعني من العوامل والحاجات المهمه، التحرك والانتشار وانك تاخد مكانك الصح في الملعب، شغل رائع جدا للاعبي النادي الاهلي. تعود الكرة مرة أخرى للاعب أحمد وحيد اللي بيعيدها إلى حارس المرمى حازم جمال. وادي الكرة للاعب عبد الله، عبد الله بيلعبها لسيف، أو ده محمد عبد الله. عبد الله بستانجي لمحمد عبد الله يعني. أدي عبد الله. بستانجي يتقدم للأمام وماشي. لسه الكرة معاه، بيهدأ وبيفكر هيلعب لمين، وبيفتح الملعب ناحية اليمين مرة تانية للنادي الأهلي. كرة في وسط الملعب. احمد وحيد بيعدي انما مقطوعه منه الكوره وترجع لصالح نادي بتروجيت جمال فوزي. جمال فوزي بيلعب كوره بينيه ناحيه اليمين، وادي الراجل عايز يعدي وكوره خطره جدا داخل منطقه الجزاء، ولكن التغطيه المتميزه من اللاعب الحقيقه هنا بوستانجي. وترجع الكوره للاعبي بتروجيت، لما بيمسكوا كوره بيشكلوا خطوره. وادي كوره عرضيه داخل منطقه الجزاء ومحاوله من اللاعب احمد سيد، ولكن لسه الهجمه لصالح بتروجيت عن طريق اللاعب احمد منصور. بيلعب كوره عرضيه منصور عاليه، ولكن معتز محمد بيخرجها خارج منطقة الجزاء. وترجع الكرة لأحمد سيد، أحمد سيد لبتروجيت واحدة والتانية، إنما يا ولد يا لعيب يا طارق فوزي قاري اللعبة وقاطع على طول وبيلعب الكرة الأمامية. وترجع الكرة لبتروجيت مرة تانية على الجانب الأيمن من ملعب المباراة عن طريق اللاعب أحمد سيد اللي بيلعبها لأحمد حلمي. أحمد حلمي بيبحث عن عمل كرة عرضية، وبالفعل بيلعب الكرة العرضية العالية في اتجاه زميله علي ناصر إنما مقطوعة لمحمد عبد الله، بيلعبها اللاعب المتحرك في كل ارجاء الملعب يوسف عفيفي اللي بيلعب كره اماميه في اتجاه زعلوك. اه لو استلم زعلوك في اللقطه اللي فاتت دي. ادي زعلوك اهو، اللاعب القادم من وادي دجله، لاعب متميز بالمناسبه. ترجع الكره مره ثانيه لصالح بتروجيت. اسلام ناصر بيلعبها ناحيه اليمين عند احمد سيد. احمد سيد بيلعب التمرير الاماميه وترجع له مره ثانيه من زميله زياد سامح الى احمد سيد، وتمريره اماميه في اتجاه احمد حلمي ولكن مقطوعه من معتز. بيلعبها لطارق فوزي، طارق بيلعب الكرة الأمامية في اتجاه زعلوك. وادي الهجمة في وسط الملعب، محمد رأفت بيلعب الكرة لمحمد عبد الله إنما مقطوعة منه. وادي الهجمة وترجع الكرة هناك ناحية الشمال لصالح بتروجيت عن طريق اللاعب زياد سامح، بيحاول يعدي وانطلاقة كده من ناحية الشمال، مرور وكرة وتمر إلى خارج الملعب. وادي يوسف عبد الحفيظ يعني بيطالب حكم اللقاء كده كابتن محمد محمود انه يدي انذار بقى للاعب لاعب نادي بتروجيت اللي ادعى السقوط داخل منطقه الجزاء. الالعاب اللي زي دي يعني بتخلي الجمهور والدنيا كلها
يعني تتكلم على حكم المباراة، علشان كده كان لابد من الانذار في اللقطة اللي فاتت دي، دعاء السقوط والتمثيل والامور دي كلها. انما تعود الكرة مرة تانية الى خارج الملعب ورمي التماس لصالح النادي الاهلي من ناحية شمال طارق فوزي. طارق بيلعبها الى معتز، الى حارس المرمى حازم جمال. حازم ناحية شمال مرة تانية، معتز محمد بيلعب الكرة لأحمد وحيد، أحمد وحيد لبستانجي ناحية اليمين، وترجع الكرة مرة تانية للاعب سيف لعبد الله، أحمد وحيد، عبد الله مرة تانية، عبد الله بيلعب الكرة الأمامية إنما مقطوعة من لاعبي بتروجيت، وتوصل الكرة في وسط الملعب لعلي ناصر، استلام ومرور من علي، وادي التمريرة واللعبة اللي دايما بيلعبوها وتوصل خطره جدا. ولكن برافو، ولكن برافو يا حازم يا جمال، خارج من مرماه كده قبل اللاعب احمد حلمي حارس المرمى حازم جمال اللي امام حضراتكم، وبيخرج الكره الى خارج الملعب وتبقى رميه تماس. دايما كده لاعبي بتروجيت بيلعبوا الكره على اللاعب زياد سامح واحمد حلمي وتحركاتهم من ناحيه اليمين. وادي رميه التماس شكلها يعني الراجل كان بيفكر يلعبها طويله انما اتلعبت عرضيه. وادي بقى هنا امامنا اللاعب معتز محمد، وتعود الكره الى حارس المرمى حازم جمال. حازم جمال كره كان فيها شيء من الخطوره كده في اللقطه اللي فاتت دي. حازم جمال وادي الراجل جمال فوزي بيرتكب المخالفه، عمل فاول تكتيكي كده عايز يعطل اللعب علشان اللعيبه ترجع لاعبي بتروجيت وياخدوا مواقعهم الدفاعيه مره تانية. وتعود الكره لعبد الله، عبد الله بيلعب الكره لاحمد وحيد. احمد وحيد بدايه كانت سخنه جدا في الربع ساعه الاول من الشوط، وشفنا هدفين والنتيجة 1-1 حتى الآن. ترجع الكرة عبد الله للاعبي النادي الأهلي، عبد الله بيسند ناحية اليمين على اللاعب يوسف لعبد الله مرة تانية. عبد الله بيفتح الملعب لمعتز، معتز محمد بيلعب الكرة الطولية معتز إنما مقطوعة من أحمد حلمي في وسط الملعب لبتروجيت، ومرور من اللاعب إسلام ناصر لما يضغط ويجيبها محمد عبد الله في اتجاه اللاعب زعلوك، وتعود الكرة إلى طبعا الحارس حمزة خالد بيلعبها ناحيه اليمين لبتروجيت، نقلات كده من اللاعب احمد عز. وادي الكره الاماميه في وسط الملعب، استلام من حلمي انما اتقطعت بقى المره دي يوسف عفيفي. ادي هجمه للاهلي اهي، ادي الهجمه السريعه اتلعبت حلوه قوي. طارق بقى ناحيه الشمال، طارق فوزي، طارق بيلعب ليوسف، يوسف عفيفي في وسط الملعب مره ثانيه، والاستلام من اللاعب احمد وحيد. احمد وحيد بيلعب الكره الاماميه لبوستانجي، يتقدم للامام عبد الله، عبد الله بيلعب الكره الاماميه الحلوه في اتجاه اللاعب سيف ايمن. ادي سيف، سيف بيحاول عليها جابها سيف والله، وعدى بشكل متميز. يا ولد يا سيف، يا ولد يا سيف، عمل مجهود كبير جدا يذكر فيشكر اللاعب سيف ايمن في اللقطه اللي فاتت دي، واحيا الهجمه وقدر ان هو يكسب ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليم. برافو سيف ايمن الحقيقه، حماس ورجوله واداء رائع في مباراه اليوم وفي اللعبه الاخيره. وادي الركله الركنيه محمد عبد الله على التنفيذ، محمد عبد الله بيلعبها، يبدو ان في جمله كده دايما بينفذها لاعبي النادي الاهلي يا سيف ايمن، بيلعب الكره العرضيه بيمينه عاليه ومعتز كان بيحاول انما المره دي الكره لحمزه خالد حارس المرمى. حمزه بيلعب الكره الاماميه في اتجاه اللاعب احمد حلمي، من ناحيه اليمين يتقدم احمد حلمي، احمد حلمي بيحاول يعدي احمد حلمي لسه الكره معاه، وبيلعب الكره في اتجاه اللاعب احمد سيد انما تدخل في اللقطه اللي فاتت على اللاعب احمد وحيد اللي امام حضراتكم لاعب النادي الاهلي اللي واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه، نتمنى له السلامة. اللاعب أحمد وحيد لاعب النادي الأهلي اللي واقع على أرض الملعب. طبعا يمكن أدي أمامنا اللقطة للاعب أحمد حلمي لاعب نادي بتروجيت، وادي الإعادة، وادي الراجل مكمل فيه بعض الكرة هنا، اللاعب أحمد سيد لاعب نادي بتروجيت مكمل في اللاعب أحمد وحيد لاعب النادي الأهلي، نتمنى له السلامة ويقوم ويكمل مباراة النهاردة. دكتور احمد جبلة ومحمد نحله وابراهيم خاطر بينزلوا علشان يطمنوا طبعا على اللاعب اللي كان واقع على ارض الملعب لاعب النادي الاهلي احمد وحيد. وادي امامنا بدلاء النادي الاهلي محمد مختار، يوسف ثروت، يوسف جمال، زياد اسامه، محمد سامح، وفارس واسامه احمد واحمد عزت وعمر خالد. ترجع الكره في وسط الملعب لصالح لاعبي بتروجيت، وادي الهجمه للاعب احمد سيد. احمد سيد بيلعبها ناحيه اليمين عند حلمي اللي بيلعب كره عرضيه هناك ناحيه الشمال عند اللاعب زياد سامح، ولكن الضغط هنا في هذه اللقطه من اللاعب سيف ايمن اللي عمل التغطيه وخرج الكره الى خارج الملعب علشان تبقى رميه تماس لصالح بتروجيت من ناحيه الشمال. ادي امامنا حكم اللقاء كابتن محمد محمود، وادي الكره العرضيه داخل المنطقه
وتتقطع وترجع للنادي الاهلي مره ثانيه. وادي الفاول للاعب زعلوك، فاول لمحمد زعلوك لاعب النادي الاهلي. تتلعب الكره لمعتز، معتز بيلعبها ناحيه اليمين عند بوستانجي، وترجع الكره لسيف ايمن، سيف بيلعبها لمحمد عبد الله. محمد عبد الله يا ولد يا لعيب، عدى بشكل متميز، عدى وماشي محمد، عدى وماشي محمد، عدى وماشي محمد من ناحيه اليمين، يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، دخل منطقه، مجهود كبير، مجهود كبير، ولكن بقى هنا اللاعب اسلام ناصر بيخرج الكره الى خارج الملعب. ادي محمد عبد الله بطل اللعبه اللي فاتت، عدى بشكل متميز جدا امامنا. وادي سامر عبد الرحمن والتعليمات والركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال عن طريق اللاعب محمد عبد الله. انا وعفيف، عفيف محمد عبد الله، هل بقى معتز يعملها مره ثانيه؟ ادي الكره العرضيه داخل منطقه وعاليه وخطره جدا، وفاول، فاول المره دي، فاول، وعلى طول بيستدعي رجال العلاج حكم المباراه كابتن محمد محمود حكم هذا اللقاء. سلامات للاعب بتروجيت اللي واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه، نتمنى له السلامه، لاعب نادي بتروجيت اللي واقع على ارض الملعب. طبعا شفنا قبل هذا اللقاء المؤتمر الصحفي لتدريب لتقديم مدرب النادي الاهلي الجديد لكره اليد الاسباني ديفيد ديفيز، يعني الحقيقه مدرب عالمي المدرب ده، مسيره مميزه داخل ملاعب كره القدم، كان حصل على لقب دوري ابطال اوروبا 3 مرات في تاريخه، وحقق كاس العالم مع منتخب اسبانيا 2005، وحصل على لقب افضل مدرب في بطوله دوري ابطال اوروبا 2020، وكان تولى تدريب المنتخب المصري سابقا. طبعا احنا بنتكلم كتير النهارده على كره اليد وابطالنا اللي نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في مباراه مجدي برج الالماني في نصف النهائي النهارده، كل التوفيق ليهم ويفرحونا. ادي كره تتلعب على طول اماميه وخطره جدا داخل او على حدود منطقه الجزاء، ويتدخل بقى اللاعب معتز محمد، وتعود الكره الى حارس المرمى حازم جمال. حازم جمال بيلعب الكره هنا ناحيه اليمين عند اللاعب عبد الله، عبد الله بيلعب ليوسف عبد الحفيظ، يا ولد يا يوسف، بيلعب تمريره جميله كده في اتجاه محمد رأفت. ترجع مره ثانيه الهجمه للنادي الاهلي، عبد الله، معتز لعبد الله، عبد الله، وادي الكره الاماميه في اتجاه اللاعب يوسف عبد الحفيظ. يوسف بيلعب التمريره الاماميه، يوسف رؤيه كويسه وبيلعبها اماميه انما مقطوعه، وترجع مره ثانيه ليوسف اللي بيلعبها بلعبه راسيه كده في وسط الملعب للاعب احمد وحيد. وادي تغيير الملعب هناك ناحيه الشمال، استلام جميل من اللاعب طارق فوزي، طارق فوزي المهاره هنا بقى، طارق بيعدي طارق وبيفتح لنفسه وبيلعب كره عرضيه حلوه خطره جدا، حلوه اللعبه اللي فاتت دي من اللاعب طارق فوزي الحقيقه، ولكن التدخل بقى من اللاعب احمد منصور والى خارج الملعب وركله ركنيه. ادي يوسف فوزي اهو لعيب متميز، لعيب حريف، وقدر ان هو يفتح لنفسه مساحه في اللقطه اللي فاتت ويلعب كره عرضيه، ركله ركنيه للنادي الاهلي، ركلات ركنيه كتيره للنادي الاهلي نتمنى بقى استغلالها. وادي الركله الركنيه، محمد عبد الله بيلعب الكره العرضيه العاليه والمره دي في اتجاه الحارس حمزه خالد، حمزه خالد حارس مرمى نادي بتروجيت اللي بيلعب الكره الاماميه، وتوصل الكره مره اخرى في اتجاه اللاعب طارق فوزي اللي كان راجع مغطي في اللقطه الماضيه. تعود الكره الى حارس المرمى حازم جمال، حازم جمال بيلعبها ناحيه اليمين عند عبد الله، عبد الله بيهدي اللعب تماما وبيعيدها الى حارس المرمى حازم جمال مره ثانيه، حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم مواليد 2005. تتلعب الكره في اتجاه معتز، معتز بيعيدها الى حارس المرمى مره ثانيه حازم جمال، حازم لعبد الله بوستانجي ناحيه اليمين، يتقدم للامام وماشي، هنشوف هيعمل ايه، وبيلعب الكره في الوسط كده في اتجاه اللاعب احمد وحيد. بدايه الهجمه، وشايفين بقى يعني التعليمات جايه من بره كده من سامر عبد الرحمن بيقول لهم اطلعوا بالكره، تتلعب على طول اماميه هنا ناحيه اليمين. يوسف عبد الحفيظ بيلعب التمريره لقدام انما مقطوعه مره ثانيه لصالح بتروجيت، وتوصل الكره في وسط الملعب في اتجاه اللاعب احمد حلمي، احمد حلمي انما ياخدها طارق فوزي، طارق، والكره تمر الى خارج الملعب ورمي التماس من ناحيه الشمال للنادي الاهلي. تتلعب الكره احمد وحيد، العبوا قدام شويه بقى، العبوا قدام، بيلعب لمعتز، معتز لعبد الله، عبد الله لسه الكره عبد الله، وادي التمريره الاماميه حلوه، حلوه اللعبه، حلوه الرؤيه في اتجاه اللاعب سيف ايمن، سيف بيحاول عليها انما مقطوعه، وبرضه بيحاول عليها مره ثانيه سيف قبل اللاعب احمد منصور اللي بيلعبها لقدام، وترجع الكره للنادي الاهلي مره ثانيه سيف انما خرجت، يحسب ليهم المحاوله في اللقطه اللي فاتت لاعبي النادي الاهلي انما الكره طلعت وبقت رمي التماس. ادي امامنا اللاعب سيف ايمن، واحد من نجوم المباراه في الجبهه اليمنى، ورميه التماس لصالح نادي بتروجيت. بنلعب في الدقيقه 41 مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي في الشوط الاول من هذا اللقاء،
والنتيجة هي التعادل الإيجابي الأهلي وبتروجيت 1-1. تتلعب الكرة أمامية عالية ولمسة رأسية، ولكن ترجع مرة تانية من معتز في وسط الملعب. وادي الهجمة للنادي الأهلي، ادي الهجمة للنادي الأهلي، يوسف عفيفي بيلعبها في اتجاه زعلوك اللي بيحاول يستخدم مهارته، ولكن يعني اتكتروا عليه كده لاعبي بتروجيت وجاب الكرة. بدلاء النادي الأهلي نجوم المستقبل اللي كانوا أمام حضراتكم في الصورة. وادي حكم اللقاء ولاعب نادي بتروجيت بيتألم كده، نتمنى له السلامة وان هو يقوم ويكمل المباراة. اللاعب أحمد عز اللي أمام حضراتكم قام الحمد لله سليم أحمد أهو. يعني الشوط كان بادي بداية حلوة قوي، وكان فيه هدفين وجمل متميزة من لاعبي النادي الأهلي وأيضا لاعبي بتروجيت في مباراة اليوم، ولكن الأمور بدأت تهدى شوية كده، والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح بتروجيت من ناحية الشمال عند طريق اللاعب أحمد سيد. بيتمشى كده أحمد سيد وبيلعب الكرة أمامية في اتجاه زميله زياد سامح، وترجع مرة تانية لأحمد حلمي، وكرة عرضية خطيرة جدا والهدف الثاني، خطيرة جدا والهدف الثاني لصالح نادي بتروجيت في مباراة اليوم، الهدف الثاني لصالح نادي بتروجيت في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. وادي بقى أمامنا اللاعب عبد الله عصام، عبد الله عصام بيسجل الهدف الثاني لبتروجيت في أحداث هذا اللقاء. وسط غفلة كده من دفاعات النادي الأهلي، كرة عرضية اتلعبت من ناحية اليمين داخل منطقة الجزاء، عدت من الكل وعلى طول عبد الله عصام يعني بيسجل. ادي الهجمة وادي اللقطة وادي للمرور، والكرة اللي اتلعبت للاعب احمد حلمي، شوف احمد حلمي اخذ الكرة ولعبها عرضية وعدت من الكل، وحاول عليها اللاعب سيف ايمن ولكن وصلت الى عبد الله عصام اللي حطها على يمين حارس المرمى حازم جمال علشان يتقدم مرة تانية بتروجيت في مباراة اليوم بالهدف الثاني. 2-1 الاهلي، وترجع الكرة ناحية اليمين، لسه المباراة فيها كتير طبعا. وادي سيف ايمن، انما الكرة تمر الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي التماس. طبعا المباراة السابقة اللي تم نقلها على قناة الاهلي كانت الاهلي وبتروجيت 2003، وكان الاهلي حقق الفوز فيها 3-0، كان سجل ميدو اسامة وكريم الدبيس الوافد الجديد للنادي الاهلي من وادي دجلة، ومحمد حمدي ميسي كان سجل الهدف الثالث في هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية وتوصل ناحية اليمين، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكرة الأمامية إنما مقطوعة للاعبي بتروجيت، وادي الانطلاقة. تتلعب الكرة ناحية اليمين عند اللاعب أحمد حلمي، بيعدي أحمد حلمي وماشي، أحمد حلمي يا ولد العيب، إنما مقطوعة منه، وتعود الكرة مرة تانية ليوسف عفيفي. مستنيين منك الكتير يا يوسف، لعيب هداف ولعيب متميز عنده هدفين في هذا الموسم مشاهدينا الأعزاء في 4 مباريات. وادي حكم اللقاء بيدي فاول وبيدي إنذار، بيدي انذار للاعب محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي، وفاول لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم. الراجل واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه، وعلى طول بيستدعي رجال العلاج من جانب بتروجيت في احداث هذا اللقاء. طبعا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي، كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني، محمود صادق المدرب العام، محمد فتوح مدرب حراس المرمى، عماد عبد الهادي اداري الفريق، احمد جبلة طبيب الفريق، محمد نحله مدرب الأحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك. رقم 6 النهاردة يعني الحقيقة عامل مشترك مع نادي بتروجيت، يعني نادي بتروجيت قلنا لحضراتكم عنده في المركز التاسع 6 نقاط، وفي 6 فرق تتساوى في عدد النقاط بالرقم 6. أدي الهجمة وأدي اللقطة اللي أمام حضراتكم. طبعا الأندية اللي هي الستة اللي متساوية في رقم 6 الاتحاد السكندري، زد، بتروجيت، وادي دجلة، سموحة، غزل المحلة. جانب من الحضور الجماهيري اللي متواجد في ملعب الأهلي بمدينة نصر لمتابعة أحداث هذا اللقاء. عودة الجمهور لملاعب كرة القدم يعني حاجة جميلة جدا وحاجة متميزة، إنما نتمنى الالتزام بالأعداد اللي لم يسمح بزيادة عدد الجماهير. كلنا طبعا شفنا الزيادة العددية لجماهير بعض الفرق في الدوري. أدي أمامنا هنا اللاعب سيف أيمن لاعب النادي الأهلي، نتمنى له السلامة، لاعب متميز، وفاول لصالح نادي بتروجيت في بنلعب في الدقيقة 46 أو الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الأول اللي هنشوفه مع حضراتكم قد إيه. وركلة حرة لإسلام ناصر، إسلام بيلعب الكرة هنا ناحية اليمين، استلام من اللاعب حلمي اللي بيلعب الكرة الأمامية في اتجاه جمال فوزي، جمال بيحاول عليها إنما أحمد وحيد
بياخد فاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. اكيد هيكون في كلام كبير كتير جدا من كابتن سامر عبد الرحمن للاعبيه ما بين شوطي هذا اللقاء، والاهلي لعيبته دايما بيكونوا قادرين على العوده من جديد. تعود الكره الى اللاعب حازم جمال اللي بيلعبها هناك ناحيه اليمين عند عبد الله الى حازم مره ثانيه. حازم بيفتح الملعب ناحيه الشمال للنادي الاهلي معتز، بيلعب الكره الاماميه وتوصل الكره في وسط الملعب للاعب يوسف عفيفي. يوسف بيلعب كره لقدام وترجع، حلوه الهجمه. زعلوك بيلعبها للاعب طارق فوزي، ادي طارق بيحاول يعدي طارق، وعلى طول بقى التدخل وحكم اللقاء بيدي فاول لنادي الاهلي. ادي حق احمد عز لاعب نادي بتروجيت، فاول لنادي الاهلي من ناحيه الشمال، وفرصه جديده من اجل البحث عن التعادل. وادي امامنا اللاعب يوسف عفيفي، والركله الحره للنادي الاهلي تتلعب على طول الكره لمحمد عبد الله، بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، وادي المحاوله وزعلوك طالع، ولكن حارس المرمى حمزه خالد بيطلع ويمسك وبيلعب الكره الاماميه في اتجاه زياد سامح، اتقطعت منه وترجع من محمد عبد الله، انما تمريره اماميه لصالح بتروجيت في اتجاه اللاعب احمد حلمي، بيحاول عليها احمد حلمي، انما عبد الله بستانجي واحمد حلمي بياخدها احمد، وعلى طول فاول للنادي الاهلي لصالح يوسف عبد الحفيظ. ادي حكم اللقاء كابتن محمد محمود بيدي انذار في هذه اللقطه، محاوله لتعطيل اللعب من جانب لاعبي بتروجيت في اللقطه اللي فاتت، علشان كده الراجل بياخد انذار وتتلاعب الكره، وحكم اللقاء هيرجعها مره ثانيه للنادي الاهلي. ادي المخالفه للنادي الاهلي، تتلعب الكره توصل ليوسف عبد الحفيظ، يوسف لسه الكره مع يوسف. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء كابتن محمد محمود حكم المباراه ينهي احداث الشوط الاول من هذا اللقاء، تقدم لنادي بتروجيت بهدفين على النادي الاهلي اللي سجل هدف واحد. استراحه قصيره ولنا عوده مع بدايه احداث الشوط الثاني. الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وامنه، كنت معكم تامر عبد السلام، والان عوده من جديد للكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليل. مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي واحداث الشوط الثاني من لقاء الاهلي وبتروجيت دوري الجمهوريه مواليد 2005. نتيجة أحداث الشوط الأول هي تقدم بتروجيت كما هو واضح أمام حضراتكم بهدفين مقابل هدف وحيد للنادي الأهلي. نتمنى أن احنا نشوف شوط تاني جميل ومميز من لاعبي النادي الأهلي، وأن هم يقدروا يرجعوا بالنتيجة ويحققوا الفوز. نظرة سريعة كده على جدول الترتيب وما حدث في الأربع جولات السابقة، هنجد أن النادي الأهلي لم يخسر حتى الآن، إنما بتروجيت لم يتعادل حتى الآن. معدل بتروجيت التهديفي عالي، يعني سجلوا 7 أهداف ولكن دفاعه ضعيف، لأنه كانت تلقت شباكه 7 أهداف وهي نفس نسبة تسجيله للأهداف. أما النادي الأهلي كان سجل 7 أهداف قبل بداية هذا اللقاء ولديه في مرماه 3 أهداف، كل الكلام ده طبعا قبل بداية المباراة، فكل دي معطيات ممكن تؤثر في نتيجة مباراة اليوم. تعود الكرة في وسط الملعب للاعبي النادي الأهلي، أدي محمد عبد الله بيلعب الكرة لأحمد وحيد ناحية الشمال، والانطلاقة على الجانب الأيمن من ملعب المباراة، والمحاولة لا زالت مستمرة في بداية أحداث هذا اللقاء. وطارق فوزي طبعا اللي حاول في اللقطة الماضية، تعود الكرة للاعب زياد سامح. طبعا شفنا البداية من بتروجيت كانت هجومية كده وسجلوا هدف، وعاد لاعب معتز محمد سجل التعادل، ثم عاد عبد الله عصام وسجل الهدف الثاني لنادي بتروجيت في مباراة اليوم. والأهلي طبعا أمامه 45 دقيقة عدى منهم دقيقة في بداية أحداث الشوط الثاني، يقدروا بقى إن هم يعني يسجلوا التعادل. وأدي الهجمة وأدي البداية والكرة إلى خارج الملعب، وركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية اليمين. ركلة ركنية للأهلي من ناحية اليمين، أكيد كان في كلام كتير جدا من كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الأهلي للاعبيه في أحداث أو ما بين شوطي هذا اللقاء في الاستراحة. ركلة ركنية للأهلي من ناحية اليمين، بتتلعب على طول عرضية عالية، وادي اللمسة والمحاولة مرة تانية، ولسه يوسف عبد الحفيظ بيلعبها برأسية كده، انما تعود الكرة مرة تانية لبتروجيت. وادي امامنا لاعبي النادي الأهلي عن طريق اللاعب طارق فوزي بيلعبها هناك ناحية الشمال، استلام ومحاولة محمد عبد الله بيعدي وماشي، ولسه الكرة معاه وبيسند على زميله اللاعب طارق، انما اتقطعت ورجعت الكرة لبتروجيت مرة تانية. وادي الانطلاقة على الجانب الأيمن من ملعب المباراة مشاهدينا الأعزاء في مباراة اليوم. ترجع الكرة في وسط الملعب، أدي التمريرة الأمامية، يوسف جمال رقم 24 نزل بدلا من اللاعب سيف أيمن، أدي كرة عرضية لزعلوك داخل منطقة، جول 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 جول، التعادل التعادل يأتي في مباراة اليوم. محمد رأفت
وسدد شكر للمولى في هذه اللقطة وهدف التعادل ويا حتة سكرة كرتك في الشبكة منورة، هدف جميل جدا للاعب محمد رأفت وعرضية رائعة من اللاعب محمد زعلوك، ومحمد رأفت يسجل ثنائي الهجوم يسجل يعني بتمريرة ولعبة جميلة ويعني كورة كده داخل الشباك عن طريق اللاعب محمد رأفت في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. محمد زعلوك يمرر ومحمد رأفت يسجل ثنائي الهجوم للنادي الأهلي في مباراة اليوم والهدف الثاني وهدف التعادل في مباراة اليوم. يعني كنا لسه بنقول انه اللاعب يوسف جمال رقم 24 نزل بدلا من اللاعب سيف ايمن، وده التبديل للنادي الاهلي والمدير الفني كابتن سامر عبد الرحمن مع بداية احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية، ادي بقى الانطلاقة، يوسف عبد الحفيظ بيلعبها ناحية اليمين عند اللاعب اللي يوسف جمال وانطلاقة حلوة، محمد عبد الله كرة داخل منطقة خطرة 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 ممكن 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 مرة تانية، ادي محمد رأفت بقى كان عنده فرصة انه يضيف الهدف الثالث في مباراة اليوم، وكرة حلوة قوي وبداية هجومية من النادي الاهلي في بداية احداث الشوط الثاني، وطبعا 2-2 بداية حلوة بداية رائعة يعني بداية متميزة جدا طبعا اللي حصلت دي للنادي الاهلي، سريعا عاد الاهلي للتعادل في بداية احداث الشوط الثاني، ومن ثم يبحث الان بقى ادي يوسف جمال يا ولد لعيب عدى حلو قوي لعب الكره العرضيه، وادي بقى زعلوك واستلام، انما لمسه يد على زعلوك ويوسف جمال نزل شعل للدنيا الحقيقه اللاعب صاحب القميص رقم 24. وبالمناسبه برضو اللاعب سيف ايمن عمل ماتش حلو قبل ما يخرج يوسف جمال ولعب الكره العرضيه في اتجاه اللاعب محمد زعلوك اللي استلم وحاول ان هو يلعب الكره لزميله طبعا محمد رأفت، واضح ان في تعاون وتفاهم كبير بينهم، يعني شفنا بقى قصه الهدف الثاني الكره العرضيه من زعلوك لمحمد رأفت وعلى طول سجل بيها هدف التعادل في مباراه اليوم. وادي حمزه خالد حارس مرمى نادي بتروجيت وقع على ارض الملعب، نتمنى له التوفيق وان شاء الله يقوم سليم في مباراه اليوم. طبعا نتائج الجوله الماضيه اللي هي الجوله الرابعه من هذه المسابقه مسابقه 2005، سيراميكا كليوباترا خسر من انبي 2-0، وبتروجيت كان حقق الفوز على فاركو بهدف مقابل لا شيء، والاهلي وبيراميدز كانت انتهت بالتعادل 0-0، المصري مع المقاولون العرب 2-1 المصري. ادي قصه الهدف الجميل، ادي زعلوك وادي بقى هنا اللاعب محمد رأفت يا ولد يا لعيب منتهى الهدوء وحطها حلو قوي، ثبت حارس المرمى وسجل الهدف الثاني وهدف التعادل للنادي الاهلي في مباراه اليوم. زي ما قلنا المصري والمقاولون العرب، المصري حقق الفوز 2-1، الاتحاد السكندري والزمالك 2-2، الاسماعيلي وفيوتشر 1-0 لصالح الاسماعيلي، غزل المحله وسموحه، سموحه حقق الانتصار 2-1، البنك الاهلي وزد 0-0، طلائع الجيش ووادي دجله، وادي دجله كسب 2-1. اما مباريات اليوم طبعا الاهلي وبتروجيت، ودي المباراه اللي امام حضراتكم، المقاولون العرب يلتقي بيراميدز، فاركو مع انبي، وادي دجله مع البنك الاهلي، وزد مع غزل المحله، وسموحه مع الاسماعيلي، فيوتشر مع الاتحاد السكندري، الزمالك والمصري، طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا. أم الحمد لله حمزة خالد حارس المرمى لنادي بتروجيت سليم وهيلعب الكرة، وادي سامر عبد الرحمن، وادي حمزة خالد حارس المرمى لبتروجيت هيلعب الكرة في هذه اللقطة 2-2، وزي ما قلنا بداية جيدة من الأهلي يسجل هدف التعادل في بداية الشوط الثاني، خلي المعنويات عالية ولاعيبي الأهلي دايما بيعرفوا يعودوا للمباراة وقدروا بالفعل ان هم يسجلوا. تتلعب الكرة مرة تانية وحكم اللقاء هيرجع الكرة، حكم اللقاء كابتن محمد محمود، يعني فكر كبير. وادي أمامنا البدلاء اللي بنقولهم مرة تانية للنادي الأهلي، محمد مختار، يوسف ثروت، يوسف جمال اللي نزل مكان سيف أيمن، زياد أسامة، محمد سامح، فارس أسامة، أحمد، أحمد عزت، وعمرو خالد. تم الاستعانة بقى باللاعب يوسف جمال، وهنشوف هل يتم الاستعانة ببقية زملائه أو مجموعة من زملائه اللي موجودين على مقاعد البدلاء. أدي كرة محمد رأفت لزعلوك لرأفت، وكرة حلوة قوي تتلعب جميلة جدا، وأدي بقى حلوة الهداف أهو، الهداف أهو يوسف عفيفي، يوسف عفيفي يا سلام عليك يا يوسف، بيسجل الهدف الثالث ليها على المستوى الشخصي والهدف الثالث للنادي الأهلي في المباراة. يا سلام على اللمسة واللعبة والتكات والحركات والشغل العالي جدا يا ولد يا يوسف يا عفيفي، وسجل هدف ثالث وفرحان وسعيد، وجمهور الأهلي برضو معاك فرحان وسعيد، ربنا يكرمك يا ابني وفرحان
فرحه كبيره جدا. وادي بقى بيتلقى التحيه من الكابتن سامر عبد الرحمن وبقيه اعضاء الجهاز الفني. انما متعنا شوف الكوره ادي يا ولد يا لعيب حلو قوي، اتلعبت بين رأفت وبين زعلوك ولمسه والثالثه والاستلام، وشوف يوسف عفيفي بيعمل ايه يا ولد على التوجيه، يا ولد على التوجيه وسط ثلاثه، وقدر ان هو يوجه الكوره حلوه قوي 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 على يسار حارس مرمى نادي بتروجيت حمزه خالد علشان يتقدم الاهلي 3-2 في مباراه اليوم. الشوط الثاني غير، والاهلي جميل وكل حاجه زي الفل. وادي كره تتلعب والى خارج الملعب وطلعت وبقت رامي التماس. نجوم النادي الاهلي مواليد 2005 يعودون في المباراه ويقدروا ان هم يسجلوا هدفين في الشوط الثاني علشان يحولوا النتيجه من 2-1 لبتروجيت للتقدم للاهلي بثلاث اهداف مقابل هدفين. ولسه ترجع الكره مره ثانيه هذه انطلاقه. انما مباراه حلوه ودايما كده بدايه الشوط سواء الاول او الثاني بتشهد اهداف وبتشهد انطلاقه وانتفاضه جميله من اللاعبين. الحقيقه ادي اللاعب عبد الله عصام اللي كان سجل الهدف الثاني. ترجع الكره في وسط الملعب احمد وحيد للنادي الاهلي، بيلعبها ناحيه عبد الله بستانجي يتقدم للامام، ولسه الكره مع عبد الله بيلعب الكره في وسط الملعب وترجع له مره ثانيه. عبد الله ناحيه اليمين، محمد عبد الله لعبد الله، عبد الله بستانجي بيفتح الملعب لمعتز محمد، ومره ثانيه للاعب عبد الله. انما يعني شفنا في الاستوديو التحليلي والكلام عن التحضير اللي بياخد وقت شويه في خط الظهر للنادي الاهلي، انما الكره تتلعب على طول اماميه. يمكن بقى فكر كابتن سامر هو مش عايز يخسر الكوره، يعني عايز انه يفضل محتفظ بالكوره اطول وقت ويقدر بقى يعمل تمريرات في وسط الملعب ومن ثم لقدام. تتلعب الكوره مره ثانيه، ادي بقى الاثنين اللي يعني متفاهمين جدا، محمد رأفت وزعلوك شاركوا في الهدف الثاني والهدف الثالث بتمريرات جميله بينهم وبين بعضهم، ومعاهم بقى اللاعب يوسف عفيفي اللي تألق وسجل. ترجع الكوره للاعب حازم جمال حارس المرمى في وسط الملعب، استلام انطلاقة أمامية من اللاعب أحمد فتحي بيلعبها ناحية الشمال أحمد وحيد. ترجع الكرة لطارق فوزي بيلعبها لأحمد وحيد، بيغير الملعب ناحية اليمين عند بستانجي، استلام وعلى طول بيلعب التمرير الأمامية في اتجاه اللاعب طارق فوزي اللي بيلعب كرة لقدام كده. وادي بقى الانطلاقة الحلوة لمحمد عبد الله، يا ولد عدى حلوة داخل منطقة الجزاء، هيجيبها ولا إيه؟ وتدخل في توقيت مناسب من اللاعب حسن أحمد وإلى خارج الملعب، وركلة ركنية للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، ومجهود كبير للاعب محمد عبد الله اللي امام حضراتكم اللي هو على ارض الملعب. نتمنى له السلامه. الراجل عدى وحاول في اللقطه الماضيه، وعلى طول حكم اللقاء بيستدعي رجال العلاج من النادي الاهلي، دكتور احمد جاب الله. بينزل دكتور احمد جاب الله ارض الملعب للاطمئنان على سلامه لاعب النادي الاهلي محمد عبد الله. سلامات يا محمد، وان شاء الله انت لعيب متميز ولعيب هايل وهيقدر يقوم ويكمل المباراه. 3-2 للنادي الاهلي، اهداف جميله. وادي اللعبه، ادي الانطلاقه الحلوه من اللاعب طارق فوزي اللي لعب تمريره في اتجاه اللاعب محمد عبد الله. شوف بقى محمد اتصرف ازاي، ادي محمد عبد الله يا ولد عدى بشكل متميز محمد عبد الله، ولكن الكره طولت شويه وتدخل من اللاعب حسن احمد وطلع الكره الى خارج الملعب علشان تبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. سلامات للاعب محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم، والركله الركنيه للنادي الاهلي، ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين جاي لها يوسف عفيفي. كل الكرات الثابته كده يوسف عفيفي هو ومحمد عبد الله بينفذوها. يوسف والركله الركنيه تلعب على طول عرضيه، يا ولد يا زعلوك حلوه بقى، قال لك الدور عليا انا اسجل ولعبها براسيه انما تمر الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى. لعيب كبير ولعيب هايل اللي امام حضراتكم ده محمد زعلوك القادم من وادي دجله، ولعب اللعبه الراسيه اللي فاتت دي، انما الكره الى خارج الملعب. اداء رائع للاعب ده في مباراه اليوم، نتمنى بقى ان ربنا يوفقه ويسجل النهارده علشان يحتفل مع زملائه وزملائه برضه يحتفلوا بيه. تعود الكره للاعب عبد الله بستانجي الى حارس المرمى حازم جمال. ادي الهجمه لعبد الله، بيرجعها مره ثانيه الى حارس المرمى حازم بيفتح الملعب ناحيه الشمال لمعتز الحازم، وضغط كده من لاعبي بتروجيت، وتتلعب الكره اماميه من حازم جمال عاليه وترجع من محمد رأفت، انما خطر جدا يا محمد دي. وادي بقى الهجمه داخل منطقه الجزاء في اتجاه اللاعب زياد سامح، انما مقطوعه. خطر جدا انك تلعب الكره للخلف بهذا الشكل، انما تعود الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب يوسف عفيفي. لسه الكره مع يوسف، بيلعبها مره ثانيه ليوسف محمد، وترجع الكره
الى حارس المرمى حازم جمال. حازم عبد الله، عبد الله ولاعبي الاهلي مش عايزين يفقدوا الكوره وبيحاولوا يطلعوا بيها من تحت. لسه الهجمه وبدايه الهجمه للنادي الاهلي. وادي الكوره مع اللاعب معتز محمد بيعيدها الى حارس المرمى. وادي بتروجيت بيستعد لاجراء تبديلين الكابتن احمد شعبان. يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا وطلعت الكوره. والله والله جابها 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 هنا. تتلعب على طول اماميه في وسط الملعب اسلام ناصر، انما يرجع زعلوكو يجيبها وتعود الكوره للاعب احمد وحيد بيلعبها ناحيه الشمال عند طارق فوزي. طارق لاحمد وحيد، احمد وحيد لعبد الله، عبد الله بستانجي ناحيه اليمين معتز. يوسف عبد الحفيظ يتقدم، يوسف وماشي. ادي يوسف عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ وبيلعب الكوره هناك في وسط الملعب كده والمحاوله في هذه اللقطه، انما ترجع ويرجع ويجيبها مره ثانيه يا يوسف، يا ولد يا يوسف. اتقطعت ورجعت لبتروجيت للاعب زياد سامح. زياد بيحاول يعدي زياد، لسه الكره معاه ويرجع ويجيبها يوسف عبد الحفيظ. وحكم اللقاء ادى الفاول لنادي بتروجيت في احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء امامنا اللاعب زياد سامح. وتبديل لنادي بتروجيت في هذه الاثناء، تبديلات لنادي بتروجيت في مباراه اليوم. كابتن احمد شعبان المدير الفني بيحاول يجري بعض التبديلات كده لنادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء من اجل التنشيط. ادي امامنا اللاعب رقم 21 بهاء الدين. بهاء الدين كثلاثه هينزلوا، وشريف عوض. خروج للاعب رقم 13 علي ناصر. وادي امامنا شريف عوض بينزل، ونزول ايضا للاعب بهاء الدين في مباراه اليوم اللي امام حضراتكم، صاحب القميص رقم 21. وادي امامنا الفاول لصالح بتروجيت عن طريق اللاعب سيف ايمن اللي برضه لسه نازل، واول لمسه ليه اللاعب اللي امام حضراتكم. سيف ايمن بيلعب الكره، سيف ايمن عاليه داخل المنطقه، وحارس المرمى بيطلع وخطر جدا، وحكم اللقاء ما اداش حاجه في اللقطه الماضيه وخطر، وهدف، وهدف التعادل، وهدف التعادل في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء عن طريق اللاعب زياد سامح. عن طريق زياد سامح بيسجل هدف التعادل زياد بكوره اتلعبت عرضيه وطلع حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي، ولكن التكمله الهجوميه لنادي بتروجيت والهدف الثالث هدف التعادل. ايه الماتش الحلو ده، الماتش مشتعل جدا. ادي اللقطه، ادي اللقطه، وادي على طول هنا حارس المرمى طالع وبيحاول يمسك هنا حازم جمال، وتعود الكوره للاعب شريف عوض، ومره ثانيه وترجع ودربكه، وحاول عليها طبعا لاعب النادي الاهلي الحقيقه معتز، عمل مجهود كبير في اللقطه اللي فاتت معتز محمد، وخرج الكره من على خط المرمى، ولكن التكمله مع اللاعب زياد سامح اللي قدر ان هو يسجل هدف ثالث لنادي بتروجيت وهدف التعادل في مباراه اليوم. حازم جمال حارس المرمى للنادي الاهلي كان ممكن يلعب الكره بقبضه اليد ما يمسكهاش، لان في الزحمه ممكن تقع منه زي ما حصل كده. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال عن طريق اللاعب عبد الله بستانجي بيلعب الكره الاماميه. وادي الهجمه للنادي الاهلي، ادي الهجمه للنادي الاهلي، انطلاقه حلوه، انطلاقه حلوه هناك من ناحيه الشمال للنادي الاهلي. وادي الكره يوسف عفيفي بيلعب كره عرضيه حلوه لزعلوك، زعلوك ورأفت، انما على طول مقطوعه، وترجع الكره لنادي بتروجيت، وتعود مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي يوسف عبد الحفيظ بيلعبها ليوسف محمد، انما حكم اللقاء. وادي امامنا المساعد الاول محمد موسى. وادي الراجل يوسف محمد لاعب النادي الاهلي، يوسف جمال، يوسف جمال. فاول لنادي بتروجيت اللي بيستعد برضه لاجراء تبديل. 3-3 في مباراه حلوه الحقيقه. ترجع الكره لرأفت، رأفت بيلعبها، وادي الهجمه وتتلعب على طول في اتجاه اللاعب يوسف عفيفي بيحاول عليها، انما طالع حارس المرمى حمزه خالد، حمزه خالد، وتتلعب الكره توصل هناك ناحيه اليمين. وادي الاستلام امامنا من لاعبي نادي بتروجيت، كره في وسط الملعب، وتعود الكره مره اخرى للاعب احمد وحيد. احمد بيلعبها لرأفت ليوسف عبد الحفيظ بيحاول عليها يوسف، رجوله من يوسف. وادي بقى هنا تدخل عنيف شويه، حكم اللقاء ما اداش حاجه للاعب احمد وحيد. وتعود الكره مره ثانيه لمعتز، معتز بيلعبها، انما اتقطعت ووصلت الكره للنادي الاهلي ناحيه اليمين. يوسف جمال تمريره اماميه، ادي يوسف جمال اهو هو اللي استلم، انما اتقطعت ورجعت الكره لبتروجيت مره ثانيه. ادي الهجمه، ادي الهجمه لبتروجيت عن طريق اللاعب احمد سيد بيلعبها للاعب البديل اللي نزل في الشوط الثاني اللي هو بهاء الدين، انما اتقطعت
ورجعت الكرة مرة أخرى للنادي الأهلي. عبد الله بيلعبها ليوسف لعبد الله، إنما ترجع ليوسف مرة تانية. أدي الهجمة لو بقى سريعة شوية تتنقل، إنما ضغط على لاعبي بتروجيت، عملوا يعني كانوا كتار جدا حوالين اللاعب يوسف عفيفي، وقدروا ان هم ياخدوا الكوره في اللقطه الماضيه. بيعملوا ضغط كبير جدا لاعبي بتروجيت على لاعبي النادي الاهلي حامل الكرات، وخاصه في وسط الملعب. ادي امامنا الكوره، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكوره هناك ناحيه الشمال، معتز بيعيدها الى عبد الله. تحضير للنادي الاهلي اللي شفناه طوال احداث الشوط الاول وبدايات الشوط الثاني. ترجع الكره محمد عبد الله في وسط الملعب مره ثانيه للنادي الاهلي، وادي تغيير الملعب هناك ناحيه الشمال. محاوله في هذه اللقطه في اتجاه اللاعب طارق فوزي، انما على طول مقطوعه وتوصل لبتروجيت، وضغط من زعلوك، وعلى طول بيطلع اللاعب احمد عز كره اماميه عاليه. عبد الله بستانجي بيعيدها الى حارس المرمى حازم جمال، حارس مرمى الاهلي. حازم بيلعب الكره لمعتز في وسط الملعب، عبد الله محمد عبد الله لبستانجي، يوسف عبد الحفيظ. شوف يوسف بيتحرك وبينزل يستلم في وسط الملعب ويؤدي دوره على اكمل وجه النهارده. بيلعب كره اماميه، انما ترجع في اتجاه محمد عبد الله اللي بيحاول عليها. وادي على طول بهاء الدين لاعب نادي بتروجيت، وترجع الكره لمحمد عبد الله يا ولد العيب. كنترول رائع وجميل من محمد عبد الله، انما كان مستني المعاونه. ترجع لبهاء الدين بيلعبها في وسط الملعب وترجع للنادي الاهلي. ادي الهجمه وادي الكره الملعوبه الحلوه العرضيه من لاعب النادي الاهلي طارق فوزي. ترجع الكرة لأحمد وحيد، أحمد لمعتز، معتز بيلعب لأحمد مرة تانية ناحية الشمال. أحمد وحيد اللي بيمرر الكرة الأمامية لمحمد رأفت. وادي الهجمة للنادي الأهلي، ادي الهجمة للنادي الأهلي، والمرور في هذه اللقطة من اللاعب يوسف عفيفي. يوسف عفيفي هداف الفرقة، ثلاث أهداف، وسجل الهدف الثالث في مباراة النهاردة، كان هدف التقدم قبل أن يتعادل بتروجيت. رمي التماس لبتروجيت وحكم اللقاء هيرجع. هنشوف بقى ادى الفاول للاعب يوسف عبد الحفيظ اللي امام حضراتكم. عمل مجهود كبير جدا في وسط الملعب في مباراه النهارده. برافو يا يوسف، لعيب هايل. وادي ركله حره للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، اللاعب يوسف جمال. تبديل للنادي بتروجيت، عادل علي رقم 9 هينزل، وخروج للاعب زياد سامح. زياد سامح لعيب متحرك الحقيقه اللي خرج ده من جانب نادي بتروجيت، ورمي التماس للنادي الاهلي هيلعبها يوسف جمال. تتلعب الكوره في اتجاه زعلوك لمحمد عبد الله، ولكن الى خارج الملعب، ورمي التماس. للنادي الاهلي من ناحيه اليمين هيلعبها يوسف جمال. يوسف جمال على التنفيذ في هذه اللقطه. يوسف بيلعب الكوره وترجع له مره ثانيه. الاهلي بيبحث عن الهدف الرابع في مباراه اليوم. وادي الكوره، وادي زعلوك، وتتلعب وتوصل مره ثانيه ليوسف، وتصويبه انما توصل الى حارس المرمى حمزه خالد. حمزه خالد امام حضراتكم حارس مرمى بتروجيت في احداث هذا اللقاء. بيلعب الكره الاماميه العاليه، ترجع بلمسه كده، ولكن يا ولد العيب بيجيبها اللاعب طارق فوزي. وادي التمريره الاماميه من يوسف بيلعبها لزعلوك. زعلوك عايز يستخدم مهارته بقى داخل منطقه الجزاء ويحاول يعدي، انما احمد عز بيقطع وبيلعب الكره الاماميه. احمد عز عاليه، ترجع كده بلمسه راسيه من معتز محمد. يوسف عبد الحفيظ في وسط الملعب. يوسف وادي الهجمه للنادي الاهلي، تتنقل على طول الكره ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف جمال. يوسف جمال بيلعب كره بينيه حلوه عند محمد عبد الله، هيجيبها محمد، هيجيبها محمد ومعاه المسانده من يوسف. محمد بيحاول على الكرة كده ناحية اليمين محمد، وبيلعب ليوسف جمال. المهارة بقى هنا يوسف جمال بيلعب الكرة ليوسف عبد الحفيظ، عرضية من يوسف عبد الحفيظ، انما على طول دفاع بتروجيت بيطلع. وادي يوسف عبد الحفيظ بيحاول عليها مرة تانية، ترجع ليوسف جمال بلعبة رأسية في اتجاه محمد عبد الله، والكرة انما فاول لنادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء. 6 اهداف شاهدها لقاء اليوم حتى الان مشاهدينا الاعزاء، 3 لبتروجيت و3 للاهلي. وادي تبديل لنادي بتروجيت، احمد هيثم، او ده هنا للنادي الاهلي. حازم جمال هيخرج وهينزل اللاعب محمد مختار بينزل بدلا من حارس المرمى حازم جمال اللي امام حضراتكم. نتمنى له التوفيق. حازم الحراس المتميزين، ومحمد مختار بينزل كحارس مرمى للنادي الاهلي بدلا من اللاعب يوسف جمال.
حازم جنة. ترجع الكرة في وسط الملعب وفاول للنادي الأهلي لزعلوك. تبديل كده لحارس المرمى من قبل كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الأهلي في مباراة اليوم. ادي الكرة عبد الله بستانجي لمعتز محمد بيلعبها أمامية في اتجاه أحمد وحيد. أحمد وحيد في وسط الملعب ليوسف عبد الحفيظ. يوسف بيلعب الكرة يوسف عبد الحفيظ عالية ومعدية إنما تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس لصالح نادي بتروجيت. وادي أمامنا بقى الحارس محمد مختار. نتمنى له التوفيق محمد مختار. ورمية تماس لبتروجيت من ناحية الشمال. حاولوا طبعا لاعبي بتروجيت إن هم يهدوا اللعب. تعادل 3-3. تتلعب الكرة أمامية. أرقام الفريقين قبل بداية المباراة، يعني الأهلي اتعادل في مباراتين وبتروجيت لم يتعادل في ولا لقاء، خسر مباراتين وكسب مباراتين. ترجع الكرة مرة تانية. أدي الهجمة. في بعض الأحيان الأرقام بيكون لها دليل يعني. يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال عند اللاعب طارق فوزي. طارق فوزي بيعيدها مرة تانية في الخلف إلى اللاعب يوسف عبد الحفيظ. يوسف لسه الكرة معاه وبيلعبها مرة تانية للاعب اللي أمام حضراتكم طارق فوزي اللي بيحاول يسند على محمد رأفت وياخد الكرة. ترجع ليوسف عبد الحفيظ مرة تانية بيلعبها ناحية اليمين للنادي الأهلي. وادي التمريرة للاعب محمد عبد الله بيلعب الكرة الأمامية. حلوة حلوة الفكرة، حلوة الفكرة في اتجاه اللاعب محمد رأفت. وادي بقى التبديلات للنادي الأهلي. ادي التبديلات للنادي الأهلي في مباراة اليوم. محمد عاطف هنشوف بقى هنا. ترجع الكرة يوسف جمال متواجد وهنشوف التبديلات اللي هتتم للنادي الاهلي. ثلاثة كده من لاعبي النادي الاهلي هينزلوا، هنقول لحضراتكم مين مع يعني نزولهم ان شاء الله. تعود الكوره لصالح نادي بتروجيت ناحيه اليمين. حاول طبعا بقى هنا كابتن سامر عبد الرحمن تنشيط الدنيا. تتلعب الكوره وادي الهجمه وتعود مره اخرى للاعبي بتروجيت في وسط الملعب. انطلاقه من اللاعب حسن احمد بيلعبها هناك ناحيه اليمين عند احمد عز. احمد عزت موجود من جانب اللعيبه اللي هينزلوا من جانب النادي الاهلي. ادي انطلاقه وترجع الكره هناك ناحيه الشمال للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي على طول عبد الله بستانجي بيلعب الكره الاماميه مقطوعه والراجل بيحاول يعدل وبيسدد وتصويبه كده من اللاعب احمد سيد نما الى خارج الملعب. طلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي. ركله مرمى للنادي الاهلي. فارس مع اللاعب احمد عزت بيستعدوا للنزول ومعاهم زميل ثالث طبعا. تعود الكره مره ثانيه للاعبي بتروجيت والانطلاقه في هذه اللقطه. هجمه البتروجيت ناحيه الشمال وادي احمد حلمي. احمد حلمي عدى احمد حلمي خطره جدا ولعبها واصطدمت بالقائم وترجع مره ثانيه البتروجيت. وادي التصويبه انما الى خارج الملعب. الى خارج الملعب. لعيب خطير جدا احمد حلمي الحقيقه، عدى بشكل خطر في اللقطه اللي فاتت. ادي الهجمه للنادي الاهلي. ترجع الكره لمحمد مختار. خطر جدا الكلام ده طبعا. وعلى طول محمد بيلعبها في اتجاه محمد عبد الله انما عدت الكره وخرجت وبقت رمية تماس لنادي بتروجيت. ادي الهجمه. ادي التمريره الحلوه من اللاعب جمال فوزي للاعب احمد حلمي. شوف بقى المهاره لاحمد حلمي. احمد حلمي عدى من عبد الله اللي يعني ما لمسوش كده داخل منطقه الجزاء. وادي الكره اصطدمت بالقائم الايمن لمرمى الحارس محمد مختار ورجعت لبتروجيت اللي سددوها الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل ناحيه اليمين لصالح النادي الاهلي. ادي الهجمه للاهلي. ادي الهجمه للاهلي. عدى حلو قوي اللاعب يوسف عفيفي. يوسف وبيلعب التمرير الاماميه وده كان محمد عبد الله اتقطعت. رجعت الكره مره ثانيه لصالح بتروجيت اسلام ناصر بيلعبها ناحيه الشمال. وادي احمد حلمي. ادي احمد حلمي. احمد حلمي وجاي له يوسف عبد الحفيظ بياخدها يوسف انما فاول لنادي بتروجيت من مكان خطر على اللاعب يوسف جمال لاعب النادي الاهلي. ادي احمد حلمي لامام حضراتكم وفاول لصالح نادي بتروجيت من ناحيه الشمال في هذه اللحظات. نلعب في الدقيقه 72 من عمر احداث المباراه والنتيجه 3-3. الاهلي 2005 مع بتروجيت. حكم اللقاء بيقول لهم كده نلعب على الصفاره. واللاعب سيف ايمن على التنفيذ من جانب بتروجيت وركله حره وجاي له اللاعب احمد سيد. هل بقى في جمله متفقين عليها ولا تعليمات جايه لهم من بره؟ هنشوف.
ركله حره تتلعب على طول في اتجاه المرمى، انما توصل الى حارس المرمى محمد مختار. محمد مختار بيلعب الكره ناحيه اليمين وتتلعب على طول اماميه من محمد عبد الله هناك ناحيه الشمال عند اللاعب يوسف عفيفي، بيحاول عليها يوسف انما اتقطعت وطلعت وبقت رمي التماس. اللاعب عادل علي اللي امام حضراتكم. عبد الله رافت عفيفي، عبد الله رافت عفيفي، ادي امامنا عفيفي عفيفي عبد الله وعفيفي هيخرج ومحمد رأفت وبينزل لاعبي النادي الاهلي هنا اسامه احمد القادم من المقصه وايضا اللاعب فارس وادي عفيفي بيخرج وبينزل ايضا اللاعب احمد عزت. اذا احمد عزت وفارس بينزلوا ارض الملعب واسامه احمد. ده الثلاث تبديلات اللي اجراهم النادي الاهلي. محاولة طبعا من كابتن سامر عبد الرحمن لتنشيط الامور على الجانب الهجومي. هنشوف بقى هنا فارس واسامه واحمد عزت هيعملوا ايه. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الانطلاقه من ناحيه اليمين وادي المحاوله في هذه اللقطه للاعب اسامه احمد. ادي اول لمساته اسامه، لعيب واضح ان كورته حلوه كده ولعب كره عرضيه على حدود المنطقه وادي كره خطره داخل المنطقه. زعلوك زعلوك بيحاول ولكن توصل الى حارس المرمى حمزه احمد. حمزه احمد ادي البدايه وادي التنشيط الهجومي اللي حصل في اللقطه اللي فاتت من اللاعب اسامه احمد اللي لعب الكوره في اتجاه زعلوك اللي امام حضراتكم. لاعب القادم من وادي دجله، وادي كره تتلعب اماميه وتوصل هناك عند حارس المرمى محمد مختار. محمد مختار بيلعب الكوره الى عبد الله بستانجي. ترجع الكوره مره ثانيه اماميه ملعوبه للنادي الاهلي وادي الهجمه في اتجاه اللاعب فارس. توصل الى حارس المرمى اللي بيلعبها وادي ملعوبه توصل لطارق فوزي. طارق بدا الاهلي يمسك كوره وبداوا ان هم يلعبوا بقى وهنشوف الثلاثي اللي نزل اكيد هيكونوا اضافه قويه على المستوى الهجومي للاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. رمي التماس من ناحيه اليمين تتلعب في اتجاه زعلوك انما ترجع الكره مره ثانيه لصالح نادي بتروجيت. جمال فوزي، جمال بيلعب الكره الاماميه. جمال عاليه وترتد وتعود مره ثانيه من اللاعب معتز في وسط الملعب وادي الاستلام امامنا من احمد عزت. ناحيه اليمين الكوره للنادي الاهلي تتلعب الكره يوسف جمال بيلعبها الفارس. فارس بيلعب التمرير الاماميه في اتجاه اللاعب اسامه احمد انما مقطوعه البتروجيت عن طريق اللاعب احمد حلمي. لاعب نشيط والله متحرك جدا احمد حلمي اللي هو رقم 10 ده. قطعت الكوره وادي الهجمه بقى المرتده للنادي الاهلي اقل لمسات في اسرع توقيت. يلا يا رجاله ادي انطلاقه حلوه من ناحيه شمال وادي عزت بيلعب كره عرضيه والى خارج الملعب وركله ركنيه للنادي الاهلي من الجانب الايسر. احمد عزت صاحب القميص رقم 22 اللاعب اللي تم نزوله في الشوط الثاني امام حضراتكم. والركله الركنيه لصالح نادي الاهلي هيلعبها اسامه احمد. اسامه لاعب القادم من مصر للمقصه لامام حضراتكم ده بالقميص رقم 26 اسامه. والركله الركنيه للنادي الاهلي تتلعب على طول عرضيه في اتجاه يوسف عبد الحفيظ انما مقطوعه لنادي بتروجيت. وادي الهجمه تتلعب على طول اماميه ومحاوله هنا من اللاعب احمد حلمي انما التغطيه المتميزه في هذه اللقطه من اللاعب طارق فوزي اللي بيعيدها الى عبد الله اللي بيلعب كره اماميه عاليه وترجع في وسط الملعب في اتجاه اللاعب عادل علي لنادي بتروجيت في مباراه اليوم. والمحاوله انما تطلع وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي. الراجل هيلعبها سامر عبد الرحمن. رميه تماس تتلعب على طول. نتمنى طبعا ان لاعبي النادي الاهلي يسرعوا الريتم ويقدروا ان هم يسجلوا الهدف الرابع. المدير الفني سامر عبد الرحمن. ترجع الكره هناك ناحيه الشمال عند معتز محمد. يتقدم معتز وبيلعب الكره الاماميه للاعب احمد عزت. عدى يا ولد العيب احمد. احمد عزت ولعب كره بينيه حلوه هناك ناحيه الشمال وادي الكره العرضيه من طارق فوزي عرضيه ومعديه وترجع الكره مره ثانيه في اتجاه يوسف جمال اللي بيحاول عليها وعلى طول تدخل من لاعب بتروجيت والكره الى خارج الملعب. اللاعب احمد حلمي واحد من افضل اللاعبين من جانب بتروجيت في مباراه اليوم الحقيقه. ادي كره مره ثانيه عرضيه وركله ركنيه في هذه اللقطه للاعب حسن احمد. ركله ركنيه للنادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء ودخلنا في الربع ساعه الاخير من عمر واحداث الشوط الثاني والمباراه والنتيجه 3-3 ورجال الاهلي يبحثون عن الهدف الرابع وهدف التقدم في مباراه اليوم. والركله الركنيه تتلعب عرضيه لكن بيطلع دفاع بتروجيت مره ثانيه والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي للاعب يوسف جمال. يوسف
بيلعب الكره الاماميه وتوصل مره ثانيه لاسامه، اسامه بيلعب للاعب يوسف عبد الحفيظ، ترجع ليوسف جمال هناك ناحيه اليمين، هيلعب الكره العرضيه، لاعب العرضيه داخل منطقه ولكن بيطلع دفاع بتروجيت، ضغط من النادي الاهلي في هذه الاثناء وهذه اللحظات، وترجع الكره ليوسف عبد الحفيظ. يا ولد العيب بيلعب كره بينيه حلوه في اتجاه اللاعب اسامه، اسامه بيطالب بشيء في اللقطه اللي فاتت انما حكم اللقاء كابتن محمد محمود ما اداش حاجه، وترجع الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي عبد الله للاعب يوسف عبد الحفيظ انما مقطوعه، وترجع في اتجاه اللاعب عادل علي في وسط الملعب، وادي الهجمه لصالح نادي بتروجيت، مرور رائع من اللاعب فارس، فارس بيعدي في وسط الملعب والكره الى خارج الملعب، ورمي التماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه اليمين، رمي التماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه اليمين، وحكم اللقاء بيوقف اللعب كده. ادي امامنا اللاعب احمد عزت لاعب النادي الاهلي اللي كان نزل في الشوط الثاني، وادي اصابه اللاعب بتروجيت، نتمنى له السلامه في مباراه اليوم، ان شاء الله يقوم سليم ويكمل المباراه، نتمنى السلامه للكل طبعا. ورمي التماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه اليمين، مباراه بذل فيها مجهود بدني كبير جدا من لاعبي الفريقين، وست اهداف شاهدها هذا اللقاء منتهى الاثاره. وادي كره ملعوبه هناك ناحيه اليمين والانطلاقه، محاوله في هذه اللقطه من اللاعب بهاء الدين انما تطلع وتبقى رمي التماس، هيلعبها سيف ايمن، عرضيه داخل المنطقه بيردها مره ثانيه معتز محمد، توصل لاحمد عزت، احمد عزت بيعدي وماشي، احمد عزت، احمد عزت يا ولد العيب، عدى واحد والثاني والثالث وخد فاول من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال للاعب احمد عزت، احمد عزت واللاعب اسامه احمد بيمتازوا بالمهاره اللي هم بيلعبوا على الاجناد ناحيه اليمين وناحيه الشمال في الشق الهجومي للنادي الاهلي، محاوله للتنشيط كده، ترجع الكره لفارس، فارس بيلعب كره عرضيه، فارس وادي خطره جدا في اتجاه زعلوك وحارس المرمى بقى هنا حمزه خالد، انما فرصه خطره جدا اللي فاتت دي، وترجع الكره مره ثانيه، ادي فارس اهو، فارس بياخدها مره ثانيه، عايز يعدي، عايز يعدي وبيلعبها للاعب احمد عزت، احمد عزت وفاول لنادي بتروجيت، كان يقدر يمرر فارس بدلا من استغلال يعني مهارته الفرديه في اللقطه اللي فاتت دي، لو لعب الكره للزميل كده كانت الامور هتكون افضل، انما هو لعيب متميز. وادي امامنا بقى اللاعب زعلوك واقع على ارض الملعب، سلامات لاعب النادي الاهلي، وايضا حمزه خالد حارس مرمى نادي بتروجيت، حمزه خالد وقع كتير النهارده في مباراه اليوم، حمزه خالد حارس مرمى نادي بتروجيت امام حضراتكم، بيستدعي رجال العلاج من جانب بتروجيت وبينزل الجهاز الطبي للنادي الاهلي، احمد جاب الله ومحمد نحله وابراهيم خاطر، وواقع على ارض الملعب طبعا زعلوك، وادي امامنا لاعبي النادي الاهلي اللي بيتابعوا احداث هذا اللقاء اللي كانوا موجودين في الملعب وايضا البدلاء، وحكم اللقاء بيطمئن على سلامه اللاعبين سواء من النادي الاهلي ومن نادي بتروجيت. 3-3 وبنلعب في الدقيقه 81 من عمر واحداث الشوط الثاني والمباراه، وادي سامر عبد الرحمن المدير الفني. طبعا الجهاز الفني والاداري لنادي بتروجيت، احمد شعبان مدير فني، عمرو سامي مدرب، ابراهيم عبد الجواد لحراس المرمى، محمد ماجد طبيب، رامي محمد اخصائي، واحمد لطفي مدير اداري، رئيس القطاع طبعا ياسر رجب، ويمكن كنا استعرضنا مع حضراتكم، ادي امامنا طبعا الجهاز الفني والاداري لنادي بتروجيت اللي احنا كنا لسه بنقوله، على الجانب الاخر النادي الاهلي طبعا زي ما قلنا في الشوط الاول، الجهاز الفني والاداري سامر عبد الرحمن، محمود صادق المدرب العام، محمد فتوح مدرب حراس المرمى، عماد عبد الهادي اداري، احمد جاب الله طبيب الفريق، محمد نحله مدرب الاحمال، ابراهيم خاطر اخصائي التدليك. ترجع الكره مره ثانيه ناحيه اليمين، وادي الانطلاقه لصالح اللاعب بهاء الدين لنادي بتروجيت، تتلعب الكوره وكره كده في وسط الملعب في اتجاه اللاعب فارس، ومره ثانيه بهاء الدين انما الى خارج الملعب، رامي التماس من ناحيه اليمين لصالح نادي بتروجيت. ادي امامنا كابتن احمد شعبان المدير الفني لبتروجيت، مباراه مرهقه ذهنيا النهارده للاثنين المديرين الفنيين نظرا ل يعني سير مجريات المباراه، وده يتقدم وده يتعادل وده يتقدم وده يتعادل بين الاهلي وبتروجيت، والنتيجه حتى الان هي التعادل الايجابي 3-3 في مباراه اليوم، 6 اهداف شهدها هذا اللقاء، ومحاولات طبعا من الاثنين مديرين فنيين النهارده من اجل الحصول على 3 نقاط هيكونوا هامين جدا ومكسب كبير في احداث هذا اللقاء اللي يعني هنقترب من 8 دقائق الاخيره منه من الوقت الاصلي للمباراه،
وادي بقى هنا الكرامب والشد العضلي، مجهود بدني كبير جدا بذل. وادي اللقطه وحكم اللقاء طبعا في اللقطه اللي فاتت احمد عز، الراجل قام بسرعه وترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال عند اللاعب معتز محمد. محمد محمود حكم اللقاء ما وقفش اللعب في اللقطه اللي فاتت، تعود الكره وتوصل في وسط الملعب. هو شاف طبعا لاعبي بتروجيت بتضيع وقت، وترجع الكره في اتجاه لاعبي النادي الاهلي يوسف عبد الحفيظ. وادي الهجمه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس من ناحيه اليمين للنادي الاهلي. ملعوبه الكره ورمية تماس مره ثانيه اسامه احمد، طلعت الكره من لاعبي بتروجيت. وادي رمية تماس يوسف جمال، وادي الراجل وقع على ارض الملعب طبعا شاد العضلي، والمره دي حكم اللقاء وقف المباراه ونزلوا على طول رجال العلاج من جانب بتروجيت في مباراه اليوم. وحيد 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 هو الكابتن هيحسب، هو الكابتن هيحسب ده كله طبعا. دكتور محمد ماجد ودكتور رامي محمد، وادي لاعبي النادي الاهلي. يلا حسن، والراجل احمد عز واقع على ارض الملعب وبيخرج، وتتلعب الكره للنادي الاهلي في اتجاه احمد وحيد. لاعبي الاهلي عايز يعني بيلعبوا بسرعه، عايزين ان هم يسجلوا دايما لاعبي النادي الاهلي سواء بقى في كل المراحل السنيه بيبحثوا عن الانتصار، لانه غريزه الانتصار دايما موجوده في لاعبي النادي الاهلي. يعني من وانت صغير وانت حتى في مرحله البراعم بتتعود دايما انك تلعب على المكسب في كل المباريات، علشان كده شايفين حرص كبير من لاعبي النادي الاهلي انهم يلعبوا الكره بسرعه علشان يقدروا ان هم باذن الله يوصلوا للهدف الرابع وهدف الفوز في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه الى خارج الملعب ورمي التماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه اليمين للاعب يوسف، ترجع له من يوسف بيلعبها لاسامه، اسامه بيلعب كره عرضيه، ادي العرضيه داخل المنطقه ومعديه هناك وتصل في اتجاه اللاعب بهاء الدين اللي بيلعب الكره الاماميه لبتروجيت، انما تقطع وتوصل لفارس. فارس لاعب النادي الاهلي بيلعبها الى احمد وحيد، احمد وحيد في وسط الملعب، عبد الله بستانجي اللي بدا يتقدم للقدام وبدا يشارك زملائه في البناء الهجومي كده. ادي عبد الله بيلعب كره بينيه ناحيه اليمين في اتجاه اللاعب يوسف جمال، انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي بتروجيت. ادي امامنا اللاعب يوسف جمال شارك الكابتن كده في الشوط الثاني. تتلعب الكره مره ثانيه اماميه من لاعبي بتروجيت اللي بداوا كلهم يعني يعودوا للخلف كده ويدافعوا، والاهلي هو اللي ماسك كوره ان شاء الله يقدروا هؤلاء اللاعبين انهم يسجلوا بقى الهدف الرابع. تعود الكره طارق فوزي، طارق بيعيدها في الخلف مره ثانيه في اتجاه اللاعب معتز محمد، معتز بيلعب الكره الاماميه في وسط الملعب للاعب فارس، وري تمريره حلوه من يوسف سيد ترجع لزعلوك، زعلوك 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 بيلعب كره بينيه حلوه وخطره جدا. وادي المحاوله بقى اسامه، اسامه تصويبه حلوه، تصويبه حلوه من اللاعب اسامه احمد لاعب القدم من مصر للمقصه، لكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. ادي امامنا يوسف جمال لاعب النادي الاهلي، والكره الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم للحارس حمزه خالد حارس المرمى، انما تصويبه حلوه في اللقطه اللي فاتت دي من جانب لاعبي النادي الاهلي، مرت كده بجوار القائم الايمن وطلعت وبقت ركله مرمى. تتلعب الكره مره ثانيه في اتجاه اللاعب بهاء الدين بيحاول عليها، وضغط من اللاعب فارس في احداث هذا اللقاء. تتلعب الكره وتوصل مره ثانيه للاعب معتز محمد اللي بيلعبها الى خارج الملعب ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه قشم او فاول للاهلي. تتلعب الكره فارس كره كده في الخلف، عبد الله يوسف جمال عبد الله ناحيه اليمين مره ثانيه للنادي الاهلي، معتز بيلعب الكره في الوسط. وادي الهجمه يوسف عبد الحفيظ بيغير الملعب هنا ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف جمال، يوسف واحده والثانيه جميله كده مع اللاعب اسامه، والفاول على نادي بتروجيت من ناحيه اليمين للاعب يوسف جمال على اللاعب احمد سيد اللي هياخد انذار. احمد سيد لاعب نادي بتروجيت اللي وقع على ارض الملعب، مجهود كبير طبعا ويبدو انه عنده شد كده، بينزل له رجال العلاج من جانب لاعبي من جانب فريق بتروجيت في مباراه اليوم. ادي التمريره وادي اللقطه وادي الكره بقى بتاعت التصويبه، تمريره حلوه الحقيقه. وادي يوسف جمال، يوسف عدل على شماله وسدد قويه بالقدم اليسرى انما مرت بجوار القائم الايمن وطلعت وبقت ركله مرمى لصالح نادي بتروجيت اللي احمد سيد لاعب بتروجيت وقع على ارض الملعب، وحكم المباراه
كابتن محمد محمود بيقول لهم انهم يعالجوه خارج الملعب علشان نستأنف المباراه، وركله حره للنادي الاهلي يوسف جمال من ناحيه اليمين يوسف، وحكم اللقاء زي ما حضراتكم شايفين محمد محمود بيشير كده للاعب على الصافره حائط بشري من احمد حلمي لاعب نادي بتروجيت وادي يوسف جمال، وركله حره للنادي الاهلي في توقيت في الدقيقه 88 من عمر احداث هذا اللقاء. يوسف جمال، يوسف جمال والركله الحره يوسف، بيلعب الكره العرضيه العاليه يوسف جمال، وادي اللمسه الراسيه من زعلوك انما الى خارج الملعب، وركله مرمى لنادي بتروجيت في مباراه اليوم. زعلوك كره طلعت وبقت ركله مرمى لصالح بتروجيت والحارس حمزه خالد حارس المرمى لنادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء. هيلعب ركله المرمى بهدوء اعصاب شديد جدا طبعا، بيلعب الكره الاماميه العاليه معديه، ولاعبي الاهلي بيحاولوا ان هم يستحوذوا على الكره سريعا علشان يقدروا يبنوا هجمه ترجع الكره في وسط الملعب للاعب يوسف جمال الى بوستانجي اللي بيلعبها المعتز محمد. معتز بيلعب تمرير الاماميه الحلوه لفارس، بيحاول عليها فارس اتقطعت وصلت مره ثانيه للاهلي، جابوها بسرعه لاعبي النادي الاهلي، وادي الكره انما اتقطعت وصلت لبتروجيت مره ثانيه، كان بيحاول عليها اللاعب يوسف عبد الحفيظ وتوصل هنا ناحيه اليمين، ادي المحاوله انما الى خارج الملعب رمي التماس لصالح النادي الاهلي، تتلعب على طول من يوسف الى عبد الله ليوسف لعبد الله بوستانجي مره ثانيه، عبد الله بيلعب لمحمد مختار حارس المرمى اللي بيلعب الكره ناحيه اليمين هناك ناحيه الشمال للاعب معتز، وادي فارس في وسط الملعب وفاول لصالح النادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي في الدقيقه 90 من او الدقيقه يعني 89 كده من عمر واحداث الشوط الثاني والمباراه. وادي يوسف عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ بيغير الملعب هناك ناحيه الشمال في اتجاه اللاعب طارق فوزي، وحكم اللقاء يبدو انه بيدي تسلل في اللقطه الماضيه لصالح نادي بتروجيت. ادي امامنا اللاعب طارق فوزي اللي كان متقدم في الهجمه من الجانب الايسر، وركله حره غير مباشره لصالح نادي بتروجيت في هذه اللحظات. نلعب في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي للشوط الثاني والمباراه، وهنشوف بقى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، اعتقد هيكون كتير نظرا ل يعني الوقت الكتير اللي ضاع في التبديلات وادعاء السقوط من لاعبي بتروجيت في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب، ادي على طول احمد وحيد بيلعب الكره انما ترجع مره ثانيه، وادي على طول هنا في فاول يا ريو صفاره، تسلل تسلل ركله حره غير مباشره للاهلي، تتلعب على طول من معتز محمد عاليه هناك ناحيه الشمال عند احمد عزت، طلعت وبقت رميه تماس، الهجمه للنادي الاهلي، احمد وحيد احمد وحيد بيلعبها يوسف عبد الحفيظ، عبد الله بوستانجي، عبد الله عبد الله بيلعب الكره الطوليه في اتجاه زعلوك عاليه وطالع حارس المرمى وخطره جدا، وركله ركنيه وركله ركنيه، برافو يا زعلوك عمل عليها يعني محاوله في اللقطه اللي فاتت، وادي بيطلع الكره اللاعب سيف ايمن الى خارج الملعب وركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال رايح لها اللاعب يوسف جمال، يوسف جمال والركله الركنيه لصالح النادي الاهلي من الجانب الايسر من ملعب المباراه. في الوقت بقى المحتسب بدلا من الضائع، الاهلي يبحث عن هدف التقدم وهدف الفوز، وادي الكره العرضيه وادي اللمسه الراسيه، جول 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 جول، قدروا يعملوها الابطال، عملوها الرجال وسجلوا الهدف الرابع في مباراه اليوم، وهدف جميل جدا، هدف حلو قوي، ولسه بنتساءل وبنقول وبالفعل فارس كان فارس كبير جدا وقدر ان هو يسجل الهدف الرابع بلعبه راسيه حلوه، هدف رابع للنادي الاهلي في مباراه اليوم، هدف رابع للاهلي، ركله ركنيه اتلعبت عرضيه من اللاعب يوسف جمال، وادي اللعبه الراسيه في منتهى الجمال، وجول جول جول للنادي الاهلي، الهدف الرابع في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، الهدف الرابع وهدف الانتصار، وده معتز محمد والله، معتز محمد هو اللي سجل، هنشوف وتعود الكره الى حارس المرمى محمد مختار، انما هدف رابع جميل جدا في اللقطه اللي فاتت، لعبه على مرتين كده والى داخل شباك نادي بتروجيت علشان يتقدم النادي الاهلي بالهدف الرابع في احداث هذا اللقاء، الهدف الرابع في احداث هذا اللقاء، تعود الكره مره ثانيه، هل بقى فارس ولا معتز انما هدف رابع للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء، وترجع الكره في اتجاه اللاعب فارس، مباراه كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي ومباراه ماراثونيه شهدت 7 اهداف حتى الان في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والاهلي ملوك التسعين، ملوك التسعين نادي الاهلي سواء بقى في الفريق الاول او فريق الناشئين، والدنيا يعني دايما زي ما قلنا لحضراتكم جينات جينات في لاعبي النادي الاهلي متوارثه سواء في البراعم قطاع الناشئين الفريق الاول، الاهلي دايما ملوك التسعين، دايما ملوك التسعين،
وقدروا ان هم يسجلوا الهدف الرابع في البلاس 90. الحقيقه شفنا الفوز على الاتحاد المنستيري في دوري ابطال افريقيا. ترجع الكره مره ثانيه والتاهل طبعا. كل التوفيق للنادي الاهلي وايضا لرجال اليد باذن الله اليوم، وتبقى سهره رياضيه جميله للنادي الاهلي ويوصلوا للفاينل في السوبر جلوب. تعود الكره هناك ناحيه الشمال، ابطالنا لاعبي النادي الاهلي متقدمين على بتروجيت حتى الان 4-3. وادي كوره الى خارج الملعب وحكم اللقاء هنشوف بيستدعي رجال العلاج واللي بينزلوا للاعب لاسعاف اللاعب محمد زعلوك. واللاعب هنا احمد سيد بيحصل على انذار وكارت احمر، وكارت احمر للاعب احمد سيد لاعب نادي بتروجيت بالقميص رقم 11 اللي امام حضراتكم، بياخد الكارت الاحمر وحكم اللقاء على طول بيقول له اتفضل اخرج خارج الملعب. وادي زعلوك واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه. لاعب النادي الاهلي اللي متحرك جدا بالمناسبه ولعيب هايل احمد زعلوك ده قادم من وادي دجله. وادي امامنا اللاعب احمد سيد بيحصل على الانذار الثاني والكارت الاحمر في مباراه اليوم ويغادر ارض الملعب. ويعني اللاعب اسلام ناصر متاثر كده بنتيجه المباراه. طبعا الاهلي قدر ان هو يسجل هدف في الوقت القاتل كما تعودنا دايما من نجوم ولاعبي النادي الاهلي. دايما الاهلي ملوك التسعين. ترجع الكره مره ثانيه لصالح بتروجيت، وادي الانطلاقه والمحاوله في هذه اللقطه. ادي المحاوله في هذه اللقطه لبتروجيت ناحيه الشمال واحمد حلمي، انما اتقطعت ورجع وجابها لاعبي النادي الاهلي وتتلعب على طول اماميه. ومحاوله في هذه اللقطه وضغط من اللاعب احمد عزت، وترجع هناك ناحيه اليمين عاليه من لاعبي بتروجيت داخل منطقه الجزاء، انما ترتد وتعود اهلاويه مره ثانيه للاعب فارس. فارس ماشي، فارس وبيلعب كره بينيه حلوه، فارس بيلعب كره بينيه حلوه للاعب اسامه. اسامه احمد بيحاول عليها، اسامه ينجح ان هو يجيبها. اسامه برافو يا اسامه، برافو يا اسامه، وطلع له فارس وعدل على شمال اسامه وسدد اسامه وسدد اسامه. حلوه حلوه التصويبه من اسامه، وحمزه بيخرجها الى خارج الملعب وتبقى ركله ركنيه. وبنلعب في الدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. ادي اسامه، ادي اسامه، وادي التصويبه بالقدم اليسرى، وعلى طول بقى هنا حمزه حمزه خالد حارس المرمى بيخرجها بقبضه اليد علشان تبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي. هل بقى فرصه للنادي الاهلي ان هم يضيفوا الهدف الخامس في مباراه اليوم؟ والركله الركنيه اسامه احمد وفارس الاثنين البدلاء اللي نزلوا نشطوا الدنيا الحقيقه في الشوط الثاني. ادي على طول فارس، فارس بيعدي يا ولاد العيبة، فارس عدى حلو قوي فارس، وعرضيه خطيره جدا ارضيه انما توصل في ايدين حمزه، وكان مكمل اللاعب طارق فوزي بيلعب الكره بسرعه. حمزه هناك ناحيه اليمين للاعبي نادي بتروجيت. ادي كره في وسط الملعب والمحاوله للنادي الاهلي بيقطعوها على طول لاعبي الاهلي، ترجع مره ثانيه لبتروجيت ويرجع ويجيبها كده لاعبي الاهلي عن طريق اللاعب يوسف عبد الحفيظ اللي عامل ماتش حلو النهارده. وتتلعب الكره مره ثانيه الى خارج الملعب ورمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال. دخلنا على الدقيقه السادسه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء محمد محمود حكم هذا اللقاء يطلق صافره النهايه لهذه المباراه الماراثونيه. الاهلي يحقق انتصار هام جدا على نادي بتروجيت باربع اهداف مقابل ثلاثه في مباراه ممتعه استمتعنا بها مع حضراتكم. شكرا لحضراتكم، وكنت معكم المعلق الرياضي تامر عبد السلام، والى ان نلتقي في مباريات اخرى قادمه لكم مني كل التحيه. والان عوده من جديد للكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام.